ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام. انا بس هقول لكم على الفكره اللي دايره بسرعه في مخي كده، هو اللي بيحصل هناك ده بسبب ايه؟ يعني هل الدرجات دي المتغيرات المناخيه ادت الى هطول هذا الكم المذهل المرعب المخيف من الامطار للدرجه دي؟ يعني اللي قرناه انه دي كميات ما حصلتش يجي من 75 سنه، ودي حاجه صعبه جدا، ولا انه مثلا داخل فيها مساله الكلاود سيدنج ولفكره تخصيب السحاب وما إيه؟ مش عارف، يعني مش عارف. المهم انه باذن الله باذن الله ربنا يا رب يعوضهم عن اي خسائر بكل خير، ويبقى كل حاجه باذن الله تمام. في النهايه ده شعب صديق وحبيب واخ وشقيق وكل حاجه يعني. طيب تعالى بس عايز اقول لك على حاجه قبل ما نبدا نخش في يمكن اللقاء الهام اللي حصل النهارده. جو بايدن قال في مقال في وول ستريت جورنال تعبير انا اراه تعبير إما إنه غريب جدا أو مخيف جدا أو غير مسؤول جدا أو متعمد جدا، والأربع حاجات اللي أنا طرحتهم عليك دول يبدو إن هم ملهمش علاقة ببعض، اللهم إلا الغريب والمذهل والمخيف. يعني إيه هو التعبير؟ هو كان بيعلق على مسألة التوترات ما بين طهران وما بين تل أبيب، فبيقول ايه؟ بيقول انه ايران هدفها الرئيسي محو اسرائيل من الوجود، ودي اغرب حاجه انا سمعتها بجد يعني، وهقول لك ليه. وان هم عاوزين يقضوا على الدوله اليهوديه الوحيده الموجوده في العالم، وده تعبير مخيف او غير مسؤول. طيب ايران عايزه تمحو اسرائيل من الوجود؟ ما اعتقدش خالص، لأنه من 79 لحد النهاردة مفيش إجراء واحد بيقول كده، مفيش عملية واحدة بتقول كده. أدي واحد. اتنين، العلاقات اللي هي love and hate relationship، علاقة الحب والكراهية المستمرة والمختلطة ما بين طهران وما بين واشنطن ما بتقولش كده. إنه إيران تبلغ الأمريكان بالضربة ما بيقولش كده. إن إيران بلغت أكتر من عاصمة وأكتر من جهاز بإنه إحنا هنضرب ما بتقولش كده. انه اسرائيل نفسها بتقول طب ما احنا كنا عارفين ما بيقولش كده. فده جملة شديدة الغرابة انها تصدر من رئيس الولايات المتحدة الامريكية، اللهم ان كان بايدن، بقى دي قصة تانية. وبايدن احنا عارفين تصريحاته الحقيقة اصبحت بتحمل الكثير من المتناقضات والغرائب والمواقف واحيانا الطرائف على رأي الله يرحمه يا رب جلال علام. طيب الشيء المخيف بقى انها تريد ان تمحو الدولة اليهودية الوحيدة موجودة في المنطقة، وده شيء مزعج بالنسبة لبايدن طبقا للمقال المنشور في وول ستريت جورنال. ده مش كلامي. يعني ايه الدولة اليهودية الوحيدة في المنطقة؟ مفترض جدلا ان الولايات المتحدة الامريكية ودول العالم التي تصف نفسها بانها دول العالم الحر لا تشجع على قيام اي دولة دينية. ده منطقهم، دي ادبياتهم، دي فلسفاتهم، ده خطابهم طول الوقت، الناراتيف زي ما بيتقال كده بتاع دول العالم الحر، سواء اذا كانوا الاوروبيين او الامريكان او دول زي مثلا كندا ولا نيوزيلندا، كل الكلام ده مفيش حاجه اسمها دوله دينيه، مفيش حاجه اسمها دول قائمه على اساس ديني. مفترض يعني لا تصف اوروبا نفسها او دول اوروبا نفسها، ولا تصف الولايات المتحده الامريكيه نفسها باعتبارها دوله مسيحيه او دولا مسيحيه على الاطلاق. خد بالك حتى في مجتمعنا احنا ما نطلق عليه دول العالم الاسلامي، احنا هنا بنتكلم على الاغلبيه من السكان، ولا نصف نفسنا باعتبارنا دول قائمه على مفاهيم الخلافه الاسلاميه مثلا. يعني عندنا دساتير مبنيه على اسس، تستند على اسس، عندنا اغلبيات مسلمه، لكن لا نصف نفسنا باننا دول قائمه على أسس خلافة إسلامية أو إمارات إسلامية أو مفهوم ديني على الإطلاق. لما بايدن يقول مفهوم أو منطوقه اللي منشور في المقال بتاع وول ستريت جورنال ويقول تقضي على الدولة اليهودية الأخيرة، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ده معناها أن جو بايدن مصر، بل أنه عنده قناعة كاملة ورئيسية بوجود دولة دينية تحديدا يهودية، مش بس في العالم ولكن في المنطقة عندنا، أو مش بس في المنطقة عندنا ولكن في العالم، وأنه ده من ضمن المستهدفات.
هذا التصريح أو هذا القول أو هذه الجملة من جو بايدن هي جملة كاشفة ومخيفة إلى أبعد الحدود. ده ياخدك على طول على أنه لما يبقى في عندي دولة دينية ما، يهودية، مسيحية، بوذية، أيا سمي زي ما تسمي بقى، تصف نفسها أو تصف نفسها بهذا الموصوف الديني، ده اللي هيشجع وجود أفكار مستمرة على خلق دول على أساس ديني مختلفة في العالم. فيظهر لي بعد كده زي ما كانت بتشتغل داعش بمفهوم ان هي عايزه تعمل امبراطوريه اسلاميه، فيبقى هي دي دوله الخلافه، فتبقى دوله الاسلام في العراق والشام وما الى ذلك. الله، يبقى انتوا سايبين اسرائيل ويتم وصفها وتموضوعها باعتبارها الدوله اليهوديه للسماح بوجود دوله اسلاميه، ويمكن في وقت من الاوقات نجد انه في دوله مسيحيه. وهنا بكلمك على التطرف القائم في الثلاثه، التلاتة عندهم تطرف، مش الأديان لكن بعض ممن يصفون نفسهم بالناس المتدينين أو اللي بيعتقدوا أن هم دول رعاة الدين والمتحدثين باسمه، وكأنهم يتحدثون بالنيابة عن ربنا سبحانه وتعالى. في التلاتة هتلاقي في متشدد وفي متشدد وفي متشدد، ده مما لا شك فيه، نفس إنسانية أمارة بالسوء. فيبقى جو بايدن بهذا التصريح إنما يشجع ويؤكد ويكرس على وجود دول دينية أخرى في المنطقة، يبقى في خط جديد بيترسم. ما هو ده الكلام بيقول كده، أنا ما بقولكش بقى أن هو ده ما نطق به صراحة، لا نطق به صراحة دولة يهودية الوحيدة في العالم. إذن أنت عاوز تكرس تاني لقيام دول دينية في المنطقة، أو مستعد أنك تسمح بيها في ثوب جديد؟ زمان كان في القاعدة، بعد شوية بقى في داعش، طب واللي جاي هيبقى إيه؟ ده شيء مخيف، شيء مخيف. التوصيف الديني للكيانات والدول توصيف مخيف ولا يصح ولا يستقيم. لما يجي من واشنطن ويقرأه زعماء أو تقرأه دول العالم الحر وتصمت، يبقى الناس مستعدة لده وهتفضل غير كده. هو كمل طبعا في المقال بتاع وول ستريت جورنال على انه احنا مش هنسمح ابدا بتهديد امن اسرائيل، كل الكلام ده احنا حافظينه وعارفينه وبيتكلموا فيه بقالهم عشرات السنين. مش دي المسألة، خلاص هو مفهوم الموقف الأمريكي فيه دعم إسرائيل ودعم أمنها ودعم جيشها وتسليحها واقتصادها، ودي طبيعة إسرائيل، اقتصاد قايم على التبعية من ناحية والاستتباع من ناحية تانية، يحتل أراضي ويخلق مظلوميات ويستقبل في هجرات من دول علشان خاطر تدعمه علميا وأكاديميا، علشان يقدر يستقبل مساعدات، يستقبل دعم لوجستي، يستقبل دعم سياسي، يستقبل دعم عسكري، ده مفهوم. لكن اللي الدور اللي بتلعبه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح مفهوم، لكن التوصيف الأخير توصيف مخيف. ده هياخدنا فورا على النهاردة استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مباحثات مع العاهل البحريني في قصر الاتحادية في القاهرة، لأنه الوضع الإقليمي أصبح شديد التأزم، خاصة بعد محاولات الشد، أو مش محاولات، خاصة بعد الشد والجذب اللي حصل في المنطقة ما بين إسرائيل وما بين إيران. أنا من الناس اللي بتشوف إنه الشد والجذب خلاص عمليا هيبدأ يخش في نطاق التصريحات والرد بالوكلاء وما إلى ذلك وعمليات نوعية، لكن خليني الأول أشوف مع بعض أو نشوف مع حضراتكم جزء من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي اللي اتعمل النهاردة، وكان مؤتمرا مشتركا مع العاهل البحريني، ونرجع نكمل الكلام. لقد ناقشت مع شقيق جلالة الملك جهودنا، جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره، من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. طيب خلينا نرجع على كلمة الرئيس هنا
وعايز افكر معاك بصوت عالي حول الكلام اللي قاله الرئيس. يمكن انتوا سمعتوا كويس جدا اللي قاله فخامه الرئيس، وهذا الكلام يستقيم ولا يختلف عن اي موقف اتخذته مصر، وتحديدا في تصريحات فخامه الرئيس خلال على الاقل، خد بالك بقى، على الاقل الفتره الماضيه، مش بتكلمك على من 2014 والموقف المصري متعلقا بالقضيه المركزيه وهي قضيه الصراع العربي الصهيوني في المنطقه. موقف 7 أكتوبر تحديدا أو هذا العدوان واللي بدأ من 7 أكتوبر ومستمر حتى هذه اللحظة، إحنا لازم نشوفه باعتباره حالة كاشفة. كاشفة لإيه؟ كاشفة للمواقف بتاعت الدول في العالم كله، في العالم كله، مش متعلقة بس بالإقليم والمنطقة العربية والشرق الأوسط أو حتى دول جوار الشرق الأوسط، ولا متعلقة بس بأوروبا، ولا متعلقة بس بأمريكا، للعالم كله. كاشفة بأي معنى؟ كاشفة لأنه بتوري لك الأدبيات الرئيسية أو العقيدة الراسخة لدى سياسة كل دولة. طيب، في البعض تعامل بصمت، وفي البعض تعامل باستحياء وحذر، وفي البعض تعامل بعدوانية، وفي البعض تعامل بمنتهى الصراحة، لأنه في عدواني صريح وفي صريح عاوز المصلحة المباشرة والرئيسية لهذه الأرض ولهذا الشعب ما بين قوسين فلسطين. طيب، الدولة الوحيدة اللي ثابتة على موقف يعكس عقيدة راسخة هي مصر. ليه؟ لأنها الدولة الوحيدة التي لا تبحث عن أي مصلحة على الإطلاق. واضح جدا الموقف بتاعنا من 7 أكتوبر، أو بالأدق بيوضح لك من 7 أكتوبر لحد دلوقتي مصر عايزة إيه، ولا أي حاجة غير استقرار الأوضاع في المنطقة، وإنه الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية يحصل على حقه كدولة مستقلة معترف بها دوليا من كل المنظمات. ما تبقاش بقى مسألة العضوية اللي ما هيش كاملة جوه الأمم المتحدة، وأصل عضوية أنهي مؤسسة وأنهي منظمة. لا 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 لا، كلام الرئيس بيقول كده. يعني لما تيجي تسمع دلوقتي في هذا الكلام في المؤتمر الصحفي، الرئيس وبيتكلم قال إيه؟ الوقف الفوري، ده واحد، المستدام لإطلاق النار، وقف فوري ومستدام. الرئيس بيتكلم طول الوقت عن الوقف الفوري والمستدام لهذا، مش وقف فوري لإطلاق النار، كلمة مستدام تساوي على طول إيه؟ وقف العدوان، يعني ينتهي، احنا مش ناويين نسمح بعد كده بعدوان اخر على الاراضي. اذا ده بياخدنا يودينا فين؟ ياخدنا يودينا على الرؤيه اللي اعلنها الرئيس مرارا وتكرارا حول حل الدولتين بعاصمه فلسطين القدس الشرقيه. طب الحدود بتاعتنا تبقى فين؟ تبقى الحدود على ما قبل 4 مايو 1967. ده هنا التصور. هنبدا نشتغل عليه ازاي والى اي مدى وهياخد وقت قد ايه، دي بقى تاكتكس هنقعد نشتغل عليها. لكن الموقف المصري هنا شديد الوضوح، بل استطيع ان انا اقول لك وحاد، حاد بالمعنى الجيد وليس بالمعنى السيء. حاد لانه موقف قاطع ما بيرجعش ولا ملي متر الورا، واقف على هذا الخط، واقف على هذه الأرضية. وفي نفس الوقت الحديث عن الأوضاع الإنسانية، الحديث عن وقف أي شكل من أشكال ومنع التهجير القسري، وده اللي قامت بيه مصر الحقيقة، بل ومنع حتى التهجير الطوعي، إنه يوصل الفلسطينيين لمرحلة النجاة بأعمارهم وبحياتهم أو بحيواتهم هم وأولادهم وأسرهم. لا، مصر عايزة توقف كل ده عشان عايزة تحافظ على الوجود السكاني أو الوجود الديموغرافي الفلسطيني جوه الأرض، عايزة تحافظ على السكان جوه الأرض مش بره الأرض. فلا تتحول المسألة وتتحول القضية وقضية الصراع إلى قضية لاجئين. لا، دولة بتاخد حقوقها وتناضل لأجل هذا الحق فتصبح دولة كاملة، كاملة العضوية أمام كافة المنظمات الدولية. لكن لحد دلوقتي لا. طيب الإسرائيليين عايزين إيه؟ بعض الأوروبيين عايزين إيه؟ الأمريكان مستعدين لإيه؟ تحويل القضية وكأنها قضية لجوء لشعب بلا أرض أو بلا وطن، فيلا بينا نستوعبهم. فهنا يبقى فيه القصة اللي هي بنسميها ايه بقى؟ التهجير الطوعي. الناس تاخد بعضها تطلع على بلاد جديدة، تاخد جنسياتها وتقعد، وننسى خالص انه في حاجة اسمها فلسطين، ننسى خالص ان في حاجة اسمها اراضي فلسطينية، ننسى حاجة خالص ان في حاجة اسمها دولتنا اللي احنا لازم نعملها بأي شكل من الاشكال. ده
اللي موجود لدى إسرائيل طبعا، لدى واشنطن مما لا شك فيه، لدى الأوروبيين أيضا مما لا شك فيه، لأنه بيعتقدوا أنه هو ده اللي هينهي الصداع. مصر عايزة إيه؟ مصر مش عايزة كده خالص، العكس، حق العودة الكامل لكل المواطنين الفلسطينيين اللي موجودين في أرجاء الأرض، عودتهم إلى أراضيهم، حقهم الكامل في العودة مع إعلان أنها دولة، وبالتالي عنده جنسية كاملة لأنه معترف بيه من كل المنظمات إلى آخره. يختار بقى أنه هو بعد كده ياخد جنسية أخرى على جنب، دي قصة تانية. طيب، العمل مع كل الأطراف لإنتهاج اللي قاله الرئيس العقلانية والحلول الدبلوماسية. ليه بقى بيقول كده الرئيس؟ نسمع وبعدين نكمل الكلام. لقد ناقشت مع شقيق جلالة الملك البحرين تفصيلا هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات وعدم ترك مسائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ. وقد اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى إنتاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح، فتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية. طيب، العقلانية والدبلوماسية تمت ترجمتها في الجمل اللي قالها الرئيس في هذا المقطع. العقلانية هي إن احنا نعمل حساب المنطق المطلق. الدبلوماسية هي ضرورة إيجاد حلول سياسية. ليه؟ الرئيس اتكلم على انه الامن العربي المشترك. شوفوا يا جماعه، امن المنطقه كله مرهون بانهاء هذا الصراع. امن المنطقه كله، خليك فاهم كويس وشايف كويس وراجع للتاريخ كويس، ان امن المنطقه كله مهدد من وقت ما بدا هذا الصراع في يمكن العشريات او العقود الاولى من القرن، العقدين الاوليين من القرن العشرين، ذهابا الى للأسف الشديد إعلان هذه الدولة سنة 48، ومن وقتها وأصبح الأمن العربي طول الوقت في حالة تهديد مستمرة. في حالة إيه؟ تهديد مستمر، الأمن العربي المشترك كله. خلاص؟ طيب، إذن إحنا هنا بنحكم المنطق. إذا كنا بنتكلم على فكرة أمن المنطقة، منطقيا لازم ننهي هذا الصراع، مش بس العدوان، إنهاء الصراع ينتهي، حل نهائي كامل شامل جامع. طيب، هل الحلول بتبقى عن طريق توجيه الضربات الأمنية؟ يعني هل الحلول عسكرية؟ عمر ما كانت العسكرية حل، العسكرية دايما أداة. العسكرية إيه؟ أداة. يعني مثلا عاوز تشوف إنه يا ترى هل ترى هل الحرب العالمية الأولى حلت النزاعات الأوروبية عسكريا؟ إطلاقا، بل بتحلت ببعض المعاهدات، وكانت معاهدات خائبة، منها كانت اتفاقات باريس اللي اتعملت بعد الحرب العالمية الأولى، ثم لأنها كانت اتفاقات خائبة وغير متماسكة فأدت للحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية أنهت النزاعات بالإيه؟ بالحل العسكري؟ لا، الحل العسكري أي المواجهة ما بين دول الحلفاء ودول المحور كانت عبارة عن مجرد أداة للوصول إلى إيه؟ وضع سياسي، للوصول إلى مفاوضة سياسية، للوصول إلى حلول سياسية. لما وصلنا للحلول السياسية حصل زي ما حضراتكم تتذكروا التقسيم الشهير، أوروبا الشرقية مع الكتلة الشيوعية، أوروبا الغربية مع الكتلة الرأسمالية، حتى برلين اتقسمت نصين، اتعمل المشروع بتاع جنرال مارشال إلى آخره. يبقى الحل العسكري كان بيبقى أداة لكن مش هو الحل النهائي. خد ده واعكسه فورا على المنطقة عندنا. احنا لما حاربنا، شوف بقى احنا بنحارب، احنا حاربنا في 56 وحاربنا في 67 بعد 67 لان احنا ما لحقناش حتى نحارب في 67، لكن لما عملنا حرب الاستنزاف بعد النكسه مباشره حرب، ثم وصلنا الى انتصار مؤزر والحمد لله في 73 في 6 اكتوبر او بدايه من 6 اكتوبر، هل بعدها ظهر الحل ولا الحل بعد كده ذهب الى طاوله السياسه؟ يبقى دايما الاستخدامات بتاعة الحروب، الحلول أو الأوضاع العسكرية هي مجرد أدوات للوصول إلى طاولة النقاش السياسي. ده اللي بيتكلم فيه الرئيس،
انه الحل ابدا مش هو ان يلا بينا نوجه ضربات متبادله. هنفضل نضرب في بعض لحد امتى؟ لحد يوم القيامه؟ استحاله. يبقى لازم نوصل لشيء يؤدي الى ان احنا نقعد على الترابيزه نتكلم. عشان نوصل لهذا الشيء وقف حرب خلاص، لانه الحرب دي بالمناسبه الوضع القائم الان ده على الاراضي المحتله ويمكن بالاخص في غزه، وطبعا هو ممتد لبقيه الاراضي المحتله في فلسطين وبيحصل غيره في الضفه وما الى ذلك، في النهايه لو فضل الامور بعيدا عن السياسه لن تنتهي. هيفضلوا يضربوا في بعض، وهيفضل طول الوقت حرب بالوكاله، وهيفضل ده يناوش، وهيفضل ده يرازي، وهيفضل ده يتخانق، ومش هنوصل لشيء. يبقى اللي بيتكلم فيه الرئيس منطقي 100%، قال الحلول العقلانيه اللي هو ايه؟ وقف ضرب كل الاطراف، نقف ونقعد بقى على الترابيزات نتكلم ونشوف هنقدر كل واحد فينا ياخد من التاني ايه ويدي التاني ايه. ما هو التفاوض كده تاني، ما هو ده كده. اوعى تظن ان انت بتقعد على ترابيزه المفاوضات انا عايز وعايز 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 في الطبق يقول لك حاضر، لا هو كمان هيقول لك وانا كمان عايز. في حاجات بنسيبها عشان ناخد مكتسبات اكبر. بالبلدي، هو انت بتروح تشتري اي شيء مجاني ولا بفلوس؟ بتدفع فلوس عشان تحصل على شيء. طيب في فلسطين القصه مش قصه الفلوس، هي قصه انه احنا كعرب وفلسطينيين بالاساس عايزين ايه؟ 1 2 3 4. الولاد الذين التانيين دول كانوا صهيوني المحتل عايز ايه؟ 1 2 3 4. طيب هل ده منصب فقط على الطرفين، ولا انه المجتمع الدولي للاسف الشديد بشكل او باخر اصبح هو كمان غرقان في القصه؟ غرقان. فيبدا المجتمع الدولي هو كمان الاطراف المعنيه، يعني لازم امريكا قاعده على الترابيزه، طبعا مصر قاعده على الترابيزه، مش لانها عايزه حاجه، مصر قاعده على الترابيزه لانها دوله جوار، لانها هي الدوله الرئيسيه اللي بتقود المنطقه، في حد يحب ده، حد ما يحبش ده، هو ده الوضع وهو دي الحقيقه وهو ده الواقع. لكن هم عارفين انا ما عنديش استعداد، هم الصهاينه ما عندهمش استعداد للمواجهه المباشره مع مصر التاني على الاطلاق، على الاطلاق. طيب خصوصا دلوقتي، خصوصا ليه دلوقتي؟ بأمانة شديدة عشان هذا الرجل. إخلاصه للقضية، خد بالك، إخلاصه لمصر، إخلاصه للقضايا العربية، إخلاصه للوطنية المصرية، إخلاصه لهذا الوطن، تاني بقى الوطنية أو القومية العربية بلا حدود. أنا من الناس التي ترى إنه إخلاص الرئيس في المطلق، الرئيس يتحدث دائما بمنتهى الإخلاص وبأريحية مطلقة. حلو؟ طيب هم مش عايزين يخشوا صراع، شكرا، وهم ما عندهمش استعداد يواجهوا الجيش المصري تاني بأي شكل وفي أي عهد وفي أي عصر وفي أي زمن تاني، لا. طيب نقعد على الترابيزة علشان نعمل إيه؟ عشان ده السؤال، عشان نوصل لحل نهائي. يعني هنقعد على الترابيزة عشان نوصل للحل النهائي، هي دي بقى الدبلوماسية اللي بيتكلم فيها الرئيس، هنقعد على الترابيزة للوصول للحل النهائي. مش هنقعد على الترابيزة عشان نشوف يا ترى هيتجدد العدوان تاني، هيتجدد أي مواجهات عسكرية تانية، لا. إحنا هنقعد علشان ننهي، نقعد بقى فيها شهر سنة 2 3، خلي بالك النوع ده من الحلول بياخد وقته. إحنا كنا زمان عشان نوصل لأوسلو في 93 قعدنا سنين. قعدنا سنين. لازم اوصل ان انا، هو احنا لازم نبني على اوسلو يا جماعه، وعشان نبني على اوسلو لازم نخلص من الحكومه المنيله اللي موجوده هناك دي، حكومه من المتشددين المجرمين العتاة، لازم هم ينتخبوا حكومه تانية. عشان ينتخبوا حكومه تانية يبقى لازم نوقف الضرب دلوقتي فتحصل الانتخابات فتيجي حكومه قد تكون افضل. هل هي هتبقى حكومه من الملائكه؟ مفيش حد هناك ملاك. هل يوجد لديهم حمائم؟ لا يوجد لديهم حمائم. سيبك بقى من ايه؟ اصل حزب العمل، وحزب العمل كويس، واصل اليسار الاسرائيلي، لا حزب العمل كويس الاسرائيلي، ولا اليسار الاسرائيلي كويس، ولا عندهم حد كويس. حزب العمل ده هو اللي بنى هذه الدولة الارهابية الغاصبة للاراضي العربية. ده بمنتهى البساطة، وده التاريخ يعني. مش بمزاجنا. الناس دي هي اللي اسست الدولة، وهم دول بالمناسبة اللي حاربونا في 73، وهم دول اللي اتهزموا، وبسبب حرب 73 وهزيمتهم فيها لأول مرة كان يحصل إخفاق لحكومة حزب العمل وما تنجحش في الانتخابات اللي بعدها، كانت لأول مرة.
انت متصور من 48 بيكسبوا الانتخابات. طيب إذن هنقعد على الترابيزة، يبقى لازم تتضافر كل الجهود بالمنطق والعقلانية اللي ذكرها الرئيس للذهاب للجهد الدبلوماسي ألا وهو الجلوس على مائدة المفاوضات فننهي هذا الصراع عن بكرة أبيه. لحد كده نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب زي ما قلت لك هو الشرق الاوسط ده تحس ان هو المنطقه الاكثر احتقانا في العالم، وده مش اليومين دول، ده يعني من ساعه ما انا اتولدت، يعني طبعا هو من قبل بس نفسي اشوف هذه المنطقه مستقره. طيب تبدا تحصل لو صح التعبير المناوشات ما بين طهران وما بين تل ابيب، لو صح هذا التعبير. تل ابيب تبدا الاول بمساله ضرب القنصليه الايراني في سوريا، تروح جايه ايران ورد بالمسيرات، ينعقد مجلس الحرب في تل ابيب ويقول لك احنا هنحتفظ بحقنا في الرد بالطريقه وبالشكل وفي التوقيت المناسب، ده احنا هنستهدف اهداف ايرانيه، ايران تقول لو حاولتوا تعملوا كده احنا هنضربكم، امريكا تقول لن نسمح بس احنا عايزين نهدي الوضع. يعني هل المسألة معقدة ومتشابكة؟ يجوز. خلينا نفهم تحديدا هذا المشهد شديد التشابك شديد التعقيد من دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وخير من يحدثنا تحديدا عن الملفين دول إيران وإسرائيل. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا سيادة النائب، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ايه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. حول هذه الأوضاع في هذه المنطقة شديدة التشابك، الخناقة الأخيرة لو صح الكلام يعني ما بين طهران وما بين تل أبيب، إلى أي مدى يرى دكتور طارق تطورها؟ هو طبعا بطبيعة الحال سيادة النائب نحن في الفصل الأول أو في الجزء الأول صح التعبير مما يجري في الإقليم بصرف النظر عن توصيف ما جرى ما بين إيران والجانب الإسرائيلي. طبعا لابد أن نضع عنوان كبير لما يجري، هو ارتدادات حرب غزة. ارتدادات حرب غزة المفترض أنها كانت تتم في إطار محدد، اتسع طبعا نتيجة للممارسات الإجرامية للحكومة الإسرائيلية، فدخلت إيران على الخط. هناك فواعل من غير الدول تعمل إلى جوار إيران، وهي أيضا بتؤدي دور بصورة أو بأخرى، وفي انتظار طبعا سيناريوهات ما هو قادم. الجميع يتحدث عن ما يجري الآن، هل هي معادلة ثنائية أم متعددة الأطراف، يعني ثنائية تشمل إيران وإسرائيل حضرتك فقط، أم أنها تتسع لتشمل أطراف أخرى في توقيتات حرجة، بمعنى أنه بعيدا عن أنه الانتخابات الأمريكية وتقرير ما سوف يتم في الفترة المقبلة في الإدارة الأمريكية، لكن العديد من الدول الأوروبية أيضا ستشهد مع مطلع العام المقبل انتخابات برلمانية جديدة، ففي متغيرات أيضا سواء في الإقليم أو خارجه. طبعا هناك معادلة تحكم العلاقة حضرتك سيادة النائب ما بين طهران وبين تل أبيب، معلومة للجميع يعرفها القاسي والداني، عنوانها الردع والردع المقابل، يعني لدى الطرفين إمكانيات وقدرات طبعا بصورة أو بأخرى تستطيع أن تتعامل في معادلة تقليدية. المعادلة التقليدية حضرتك أستاذ يوسف كانت بتمضي من خلال الاعتماد على الوكلاء في الإقليم للجانب الإيراني، وهم من يقومون بالجهد الأكبر من خلال ما تقدمه طبعا إيران من مجهودات مباشرة لهذه الأطراف. الآن نقطة من أول السطر، بعيد عن ما جرى من توصيف عسكري واستراتيجي، أتحدث في السياسة وليست في الأمور العسكرية أو الاستراتيجية، أنه لأول مرة تبدأ إيران هجوم ليس بحفظ ماء الوجه أو تسجيل موقف أو غيره، وإنما بطبيعة الحال لمحاولة تغيير المعادلة، أيا كان تغيير المعادلة بصورة شكلية أو جوهرية، لكن المعادلة تتغير، والمعادلات الكبرى في الإقليم ستتشكل مما يجري على المستوى الثنائي، وأخشى أن أقول المتعدد الأطراف، اللي هيشمل أطراف أخرى في الإقليم، ستلعب في أطراف رئيسة في الإقليم دور مباشر، إضافة طبعا لدور الفواعل من غير الدول الصاعدة اللي هي موجودة في الإقليم وخارجه طبعا، وأشير هنا أيضا إلى تنظيمي القاعدة وداعش وعلاقتهم وارتباطهم أيضا بإيران، لن يقتصر الأمر بطبيعة الحال على
يعني الفواعل في الإقليم، سواء كانت حركة الجهاد وحماس والميليشيات الحوثية والفصائل في العراق وسوريا. وبالتالي هذه الأطراف هي من تتأهب الآن للعب دور معين بعيدا عن الدور الإيراني في الإقليم والتخوف من ردود الفعل الإسرائيلي. بهدوء لابد أن نقيس موازين القوة بعيد عن الأمور التحليلية النظرية. جزء مما حضرتك شايفه هو طبعا المعادلة اللي بتتشكل، لكن خلينا نقول إيه الفرق حضرتك سيادة النائب بين القدرات العسكرية لإيران والقدرات العسكرية لإسرائيل؟ قولا واحدا وفق ثلاث تقارير رئيسية، تقرير تبري وتقرير رانت وتقرير الاي ان اس اس، ودي تقارير عسكرية استراتيجية بالإضافة طبعا لجلوبال تايم، بتضع القدرات العسكرية الإسرائيلية في مرتبة أعلى جدا من إيران بصرف النظر عن ما تمتلكه إيران نظريا من صواريخ ومسيرات واستخدم بعضها في بعض المسارح العمليات وغيره. وبالتالي التهويل من أنه تدخل دفاعات من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لصد ما واجهته إسرائيل، هذا أمر يعني يحتاج إلى تفسيرات متعلقة طبعا بالتزام هذه الدول بأمن إسرائيل وليس الولايات المتحدة. لدى إسرائيل سيادة النائب خمسة أنظمة دفاعية، ليست فقط القبة الحديدية وإنما مقلاع داوود حيث 1 و2 وأرو والسهم والسماء الحمراء والليزر وغيرها من المنظومات اللي بتستخدم في حرب غزة بالمناسبة. وبالتالي إسرائيل لم تكن حضرتك سيادة النائب في حاجة إلى هذه الدفاعات، ولكن استثمرت بذكاء شديد ما جرى من هجوم إيراني أيا كان شكل هذا الهجوم، لكن في النهاية حظيت إسرائيل بدعم كبير. وبالتالي علينا أن يعني نتوقف أمام شكل هذا الدعم في الإقليم لصالح إسرائيل ليس الولايات المتحدة ولكن ودي طبيعة السياسة الإسرائيلية طول الوقت. وبالتالي حضرتك هنا الاستثمار هيبقى في دعم إسرائيل من الأقوال إلى الأفعال سيادة النائب، يعني أنه خلاص النهاردة حضرتك بتتكلم على الالتزام بأمن إسرائيل، لا ده بينفذ على أرض الواقع. وبالتالي تصبح إسرائيل في مأمن تماما، ليست في حاجة فقط إلى صفقات سلاح جديدة وطبعا محاولة لمساومة وابتزاز الإدارة الأمريكية والضغط عليها لتمرير الصفقة الثالثة اللي وقعها بلينكن خلال الأيام الأخيرة تحت المسمى الإجراءات الاستثنائية الفيدرالية، يعني مش وزير الدفاع بالمناسبة، وبالتالي يعني عشان تبقى خارج إطار الكونغرس كما تعلم مجلس الشيوخ. وبالتالي النهاردة لابد أن ننتبه للمتغيرات الجديدة، إنه هذه الأطراف الدولية العابسة بأمن الإقليم هي من سترسم المعادلات الكبرى، يعني بمعنى فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، القوى المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط سنتكوم، وطبعا دي بتفصل لحضرتك الرقم واحد في هذه القوة كان موجودا في إسرائيل لتركيب الأجواء بالإضافة طبعا قبل الضربات الحوار الأمريكي الإسرائيلي، بعيد بقى عن الحديث عن الخلافات الكبرى ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لا توجد خلافات حضرتك بالمناسبة، هي خلافات شكلية، لكن في المضمون هو هناك توافقات كبيرة فيما يجري من ترتيبات أمنية ستحاول الولايات المتحدة والقوى الغربية على رأسها فرنسا وبريطانيا إعادة هيكلة ورسم شرق أوسط جديد، شرق الأوسط الجديد ما بين قوسين إسرائيلي. وبالتالي كل هذه الأمور ستصب طبعا في إطار المتغيرات الجارية في الإقليم. إيران طبعا اتبعت دبلوماسية واقعية نفعية مصلحية برجماتية كما تعلم، وبالتالي الواقعية في السياسة الإيرانية معلومة للجميع في هذا الإطار، وهي تتحرك توظيف الملف الفلسطيني قولا واحدا لحسابات طبعا كما تعلم فصائلية ضيقة. وأعتقد أنه اللقاءات اللي تمت في الفترة الأخيرة كانت سبب في تأجيل التوصل إلى حالة هدنة، وحضرتك تعلم القيادات الخاصة بحماس والجهاد التقت مع مسؤولين في إيران أثناء المفاوضات من الدوحة إلى القاهرة، وأعتقد أنه كان ليهم تأثير كبير في هذا. إيران تريد أن تمسك بقواعد اللعبة بصرف النظر عن ما يجري وبصرف النظر عن الاتصالات التي جرت مع كل الأطراف. أعتقد هنا بيبقى في دور الدول المسؤولة في الإقليم سيادة النائب، في مصر الجميع يتدخل ويحاول أن يضع النقاط فوق الحروف، فتدخل مصر وتجري الاتصالات مع كل الأطراف لاعتبارين، اعتبار أول مصداقية الدور المصري، الأمر الآخر هو قدرة مصر على الانفتاح مع كل الأطراف، يعني مصر أجرت اتصالات مع إيران، أجرت اتصالات مع إسرائيل، الاتصالات مع كل الأطراف الإقليمية. طب دكتور طارق، أن رسم هذا الإطار أو الترتيبات الأمنية
ستحتاج لدول كبيرة في الإقليم، دول مسؤولة عن أمن الإقليم. طب دكتور طارق، ده يخلي ان انا في عندي الحقيقه زحمه اسئله بصراحه. اول حاجه منها هي، طيب ايران وجهت هذه الضربه لاعاده رسم المعادله في المنطقه، ما هي المعادله اللي عايزاها ايران في المنطقه؟ يعني من الاخر، ما هو المستهدف السياسي لطهران من وراء هذه الضربه؟ ايران تريد ان تحصل سياده النائب على قائمه طرديه من الولايات المتحدة، وهي قائمة تحفيزية الإدارة الأمريكية ربما تمنحها لإيران من أجل التوصل للتهدئة. هذه القائمة تركز على نقطتين، نقطة أولى متعلقة بتجميد الأموال والبرنامج النووي وتقليل منظومة العقوبات خصوصا في مستواها الثاني والثالث. هذا إذا قامت به الولايات المتحدة وقدمته لإيران، هذا أمر مهم للغاية. ربما حضرتك تسأل هل ده دي أمور أطر أو أطر رئيسية، تفاصيل طبعا كثيرة، لأن الإيرانيين يريدوا أن يصلوا إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي مع هذه الإدارة، تخوفا من وصول الرئيس الأمريكي المحتمل الرئيس ترامب. فهم يخافوا الآن من الاختيار أو الانتظار بين رئيس سيء ورئيس أسوأ. هم يتحركوا في هذه المعادلة. وكما أشرت السيادة النائب أنه إيران لديها سياسة نفعية لتبحث عن مصالحها، تريد أن توظف كل الأوراق التي لديها في هذا التوقيت. القضية سيادة النائب مش إطار أو شكل الضربة أو كيف ستكون وعلى أي مسرع عمليات، وهل باستخدام الوكلاء أم تكرار هذا السيناريو، وهل الإقليم كله مهدد أم ماذا. القضية مرتبطة بماذا تريد إيران من الإقليم في هذا التوقيت. هي أعطت فرصة لنتنياهو أن يكرر سخافاته بأنه لابد من تحالف إقليمي يضم الأطراف الإقليمية في مواجهة إيران. ده أذكر حضرتك بقى بفكرة الناتو العرب التي طرحته أيوة في مراحل معينة وأفشلته مصر، لأنه دي كانت ترتيبات أمنية هدفها إعادة هيكلة الأمن في الشرق الأوسط. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو من الذكاء أنه هيعيد تدوير هذه الفكرة، يبقى فيه تحالف سيادة النائب، تحالف إقليمي أمني موجه ضد إيران، في ظل بقى طبعا ترتيبات جارية الآن حضرتك بتتحدث عن تهديدات ومخاطر في الممرات العربية في البحر الجنوب، البحر الأحمر، في مناطق التماس الاستراتيجية. وبالتالي أنا أعتقد أنه الرابح الأكبر مما يجري هو طبعا إسرائيل وإيران، لأن إيران بتسجل حضور في المشهد. طيب هل ده دكتور، هل ده دكتور يدي لو صح برضو الكلام قبلة حياة للأطراف الإقليمية من غير الدول، الحركات والتنظيمات وما إلى ذلك؟ أنا أشرت حضرتك سيادة النائب أنه الفواعل من غير الدول أو جيوش القطاع الخاص لو صح التعبير، لكن هو طبعا مصطلح فواعل من غير الدول، هي التي سيكون لها دور. وأخشى أن يكون هناك موجة من العمليات الإرهابية، يعني القاعدة، داعش، التنظيمات الفرعية لداعش تتحرك في الإقليم. إيران حتى الآن تتحرك في دوائر محددة في الشرق الأوسط، لكن إيران لها أزرعها ولها ارتباطاتها ولها تحالفاتها، وهي تريد تنقل رسالة أن إيران دولة قوية بصرف النظر عن ما تعاني إيران فيه من الداخل من حالة تأزم. إيران يا سيدي دولة مأزومة داخليا، لكنها تريد أن تصدر هذا الوضع إلى جمهورها. وبالتالي حضرتك لو بتعمل تحليل مضمون سيادة النائب لكلام المرشد والرئيس الإيراني وقادة الحرس، كل هؤلاء طبعا لابد أن احنا نشير إلى عدة أمور. أن إيران من الداخل مخترقة أمنيا واستخباراتيا من إسرائيل، وإسرائيل بتمارس حرب الظل، عمليات اغتيالات داخل الأراضي الإيرانية، عمليات تخريب للمنشآت النووية. وحضرتك تذكر كيف حصلت عناصر الموساد على سجلات وبيانات من داخل المفاعلات النووية. وبالتالي حضرتك بتتكلم على دولة مأزومة لديها تأزم، حالة تأزم داخلية، وضع اقتصادي متأزم للغاية، نسب تضخم، طبعا حراك داخلي وتظاهرات دورية بتحدث في إيران، لكن في النهاية لديها أزرع سيادة النائب. طيب ده خليني هسأل يا دكتور برضو، إذا كان الغرب أو لو صح التعبير بقى مش الغرب، لأنه الغرب أمريكا، الشمال هم الأوروبيين، هؤلاء الأجانب إذا كانوا يريدون دمج إسرائيل في نسيج المنطقة، وفي نفس الوقت إيران عايزة أنها تحصل على مكتسبات من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من الأوروبيين،
لماذا لا تعمل كل الأطراف تحديدا الأوروبيين والأمريكان على تهدئة هذه المنطقة للوصول إلى مستهدفهم ألا وهو دمج إسرائيل في النسيج؟ يعني في شروط لكي نقبل سيادة النائب إسرائيل في الإقليم، إحنا كدول عربية لكي نقبل إسرائيل في الإقليم وليس الدول الغربية أو الدول الأوروبية، في شروط لاستيعاب إسرائيل. صح. هذه الشروط هي مهمة للغاية. إذا سلمت إسرائيل للحقوق الفلسطينية وقبلت قيام دولة فلسطينية، فلا بد أن احنا سنقيم علاقات مع هذا الكيان أيا كان شكل هذه العلاقات، وبالتالي لا توجد مشكلة. لكن حتى الآن إسرائيل لم تلتزم ولن تلتزم ولم تقدم رؤية ولا مقاربة. كل الحكومات من أكثر من 20 عاما في إسرائيل حضرتك لم تقدم مشروع سلام سيادة النائب. يعني حتى نحن عرضنا كما تذكر المبادرة العربية، قبلها كانت مقررات فاس، كثير من المحاولات اللي احنا عملناها، لكن الجانب الإسرائيلي لم يتعامل معها بصورة جدية. لكن الأوروبيين الآن والإدارة الأمريكية تستحضر العمل العسكري بقوة. ربما حضرتك بتقول انه الآن قد تبدو الأمور، مش عايز اقول صفرية ما بين إيران وما بين إسرائيل، لكن الإقليم كله مهدد الآن. لا، لسبب بسيط، هي أزمة غزة. من الذي صعد كل هذه الأمور سيادة النائب؟ غزة. لو أنه ما كانش في أزمة غزة ما كانش حصل هذا أو هذه التحركات ما بين تل أبيب وطهران. في ضوابط تحكم المشهد، بمعنى في ضوابط حاكمة لإدارة المشهد وعدم تصاعده بهذه الصورة. وكان هناك ضبط للحركة الإيرانية متعلق بعلاقة إيران ب حماس والجهاد وهذه التنظيمات، إنما تم تصعيد الأمر لاعتبارات متعلقة. كل ما تشاهده سيادة النائب ارتدادات حرب غزة، وبالتالي الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إذا تركت العنصر الرئيسي اللي هو الثابت والمعطى الرئيسي وهو غزة، وانتبهت إلى الأمور الأخرى بدون حل غزة والبحث عن إيجاد حل، نبقى خرجنا من الأصول وذهبنا إلى الفروع. بالضبط، يبقى تفرعنا الى قضايا ودخلنا في منعطفات. وانا في تأثيري انه يعني لابد ان ننظر للمعادله الاستراتيجيه الجديده في الاقليم بمقاربه مختلفه، بمعنى انه الايرانيين يسجلون حضورا مباشرا من خلال الدوله الايرانيه ايا كان سلوك ايران وايا كانت التكلفه، يعني لا يحسبوها اقتصاديا كم مسيره اطلقت وكم اطلقت، يعني النفقه والتكلفه والعائد في مثل هذه الامور يعني غير واردة في أذهان من يقوم بهذا العمل. لكن الترتيب السياسي والاستراتيجي والأمني يستبق أي قرارات سياسية، وبالتالي شاهدت حضرتك إزاي سيادة النائب كيف تحركت الدول الغربية في بروز حقيقية لإمكانية تهديد إسرائيل على أرض الواقع. يعني إسرائيل لم تهدد بالفعل ولم تصل الصواريخ إلا لأماكن محدودة، يعني حضرتك تعلمها. مظبوط 100%. القبة العسكرية بالمناسبة منعت كثير من الأخبار، مش القاعدة بس، بير 7 ولا في المنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية، لكن الرقابة العسكرية منعت كثير من الأمور في هذا السياق. لكن خلينا أقول أنه هذه بروفة ورسالة لنا أن إسرائيل تحظى بدعم غربي، وأنه لن يترك أي مجال لإسرائيل أن تهدد، بالتالي مش من حماس بس أو من المقاومة الفلسطينية، من أيا كانت القوى اللي موجودة يفكر فيها. كانت رسالة من فرنسا. صح. رسالة من بريطانيا، رسالة من الولايات المتحدة. كل هذه الدفاعات، وبقول لحضرتك إسرائيل تملك 5 أنظمة دفاعية سيادة النائب تحمي سماوات إسرائيل بالكامل، ومع ذلك تركت هذه الدفاعات وتفرغت الدول الأخرى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للقيام بهذه المهمة، تقدمت للقيام بهذا الدور. صحيح. رسالة لإيران في هذا الإطار بدون شك. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، بصراحة الكلام مع حضرتك ما يتشبعش منه فعلا، يعني لأنه بيبقى التحليل دائما شديد المنطقية ومركز. أشكرك جدا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. ده فعلا كنا لسه بنقوله إحنا في المقدمة، يعني الكلام بتاع بايدن في وول ستريت جورنال هو بيقول كده، واحد بيقول لك احنا لن نسمح بالمساس بالامن الاسرائيلي، احنا طول الوقت بنتعهد بهذا الامن، لن نسمح بالقضاء على الدولة اليهودية الوحيدة الموجودة في العالم، تصدي الدفاعات او لو صح تعبير التصدي القوات البريطانية والامريكية والفرنسية للدرونز الايراني، هو بيقول لك كده. طب هنا لازم يطرح سؤال، هل بجد الغرب والاوروبيين او الامريكان الاوروبيين امناء في مسألة انهم عاوزين بجدية تدويب إسرائيل في المنطقة أو دمجها داخل نسيج المنطقة؟ أنا بقول لك لا، غير أمناء. ليه غير أمناء؟ لأنه لو عاوز
كان اتخذ مجموعة من الإجراءات اللي من شأنها بطريقة تفكيره هتحفظ أو هتحافظ على الأمن الإسرائيلي، اللي هي إيه؟ وقف ضرب، هنحافظ على إسرائيل، وهنبدأ نتكلم علشان نشوف مطالب العرب إيه ومطالب الفلسطينيين إيه بشكل عام أو بشكل خاص، الفلسطينيين بشكل خاص، العرب بشكل عام، علشان يتم دمج هذا الكيان جوه المنطقة، ونشوف شكل العلاقات اللي هتتم ما بين كل دولة وتل أبيب على حدة أيا كان. لكن هو ما عملش كده. هل ضغطوا على إسرائيل؟ لا. هل مارسوا أي إجراء جاد تجاه إسرائيل؟ لا. هل حصل حديث جاد ومنطقي ما بينهم وما بين إسرائيل على أنه وقف علشان نعرف أدمجك في المكان؟ لا. أنه أصل نتنياهو متشدد. هو إسرائيل نتنياهو أقوى ولا بقية العالم؟ طيب حد يجي يقول لي لا نتنياهو أقوى، أقول لك لا، هو الاقتصاد بتاع الرأسماليات اليهودية، وأنا هنا لا أعني المسألة الدينية ولا الطائفية على الإطلاق، بس ده واقع. أنا ما بحبش الحديث الطائفي، ما بحبش استخدام مصطلحات طائفية أصلا، بكره جدا المسألة دي جدا لأبعد الحدود. لكن القوة الاقتصادية في إيديهم في العالم، فهو اللي قادر يستخدم العصاية طول الوقت ويعاقب أي حد، وبنشوفها طول الوقت. يبقى المصلحة بتاعتهم فين؟ عدم استقرار المنطقة، إنه يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه. منطقة غير مستقرة، بيع لها سلاح زي ما أنت عايز، مكسب. حرك أسعار البترول زي ما أنت عايز، مكسب. استحوذ على مقدراتها وعلى ثرواتها زي ما أنت عايز، مكسب. ارمي بذور الشقاق ما بين القوى اللي موجودة، مكسب. هو أصلاً الهدف الرئيسي لوجود هذا الكيان هو هدف وظيفي، افصل الشرق عن الغرب، فتت المنطقة بالكامل، اخلق ما بينهم صراعات. بسبب وجودهم هنقدر نستميل ناس ونعادي ناس، ثم نستميل اللي كنا بنعاديهم ونعادي اللي كنا بنستميلهم إلى آخره. خلي المنطقة طول الوقت في حالة عدم استقرار. هم ما هماش أمناء ومش عاوزينها تستقر ومش هيخلوها تستقر. الحد الوحيد اللي هيقدر يخلق استقرار، لا مش هقولك هنا بس مصر، الإرادة العربية الموحدة. لو في عندنا إرادة موحدة برؤية موحدة بالعمل على تكتيكاتها هتجبر العالم. ليه؟ زي ما الإسرائيليين عندهم مفاصل الاقتصاد الدولي عن طريق الرأسماليات اليهودية، زي ما العرب عندهم مناجم ثروات العالم. اللي عايز هيعمل. طيب خلونا وأنا بتكلم معاكو على الدور المصري أقول لك إنه حتى هذه اللحظة، زي ما كنا امبارح، زي أول امبارح، تحصل الضربات المتبادلة، تحصل خناقة، مصر مستمرة في إيصال المساعدات المصرية والدولية لغزة. معانا على التليفون ولا معانا على سكايب ولا إيه؟ لايف. أوبا، كريم بيبر صديقي العزيز موجود معانا في العريش. أهلا بيك يا كريم، وقول لنا الأخبار عندك إيه؟ تحياتي لك يا يوسف وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني خليني أخد فعلا من كلامك نقطة مهمة جدا، اللي عايز بيعمل، وده فعلا اللي احنا بنشوفه هنا على مدار أكتر من 190 يوم في مدينة العريش ورفح. فعلا مصر يمكن ليها مش بس الدور الرائد ولكن الدور الأهم والأبرز في العالم، ودي مش مبالغة، في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، وده تاريخيا، ولكن اللي ما حضرش التاريخ واللي ما قراش التاريخ هيشوف ده دلوقتي بعيني. لو اتكلمنا على النهاردة بس لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، احنا بنتكلم على أكتر من 275 شاحنة من المواد الإغاثية، سواء كانت مواد غذائية، مستلزمات طبية، سواء كانت مواد إعاشية زي الخيام، زي البطاطين، زي المراتب، أو غيرها من المستلزمات اللي بيحتاجها الأشقاء في قطاع غزة، دخلت النهاردة من خلال بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. الحقيقة أنه كمان من أهم الشاحنات اللي بتخش من بوابة معبر رفح هي شاحنات الوقود بشكل عام. 8 شاحنات دخلوا النهاردة، وده كان المتوسط تقريبا خلال الفترة اللي فاتت، ما بين 4 أو 6 أو 8 شاحنات بيدخلوا يوميا من بوابة معبر رفح. الحقيقة الشاحنات دي هي
عبارة عن غاز وسولار، وبيستخدموها طبعا في الأماكن الحيوية والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة، خصوصا كمان أنه بعد ما يعني قوات الاحتلال يعني عدمت تقريبا وخرجت 30 مستشفى ومركز صحي رئيسي عن الخدمة تماما في قطاع غزة. لسه المنشآت طبعا جزء منها موجود، لكن المنشآت اللي موجودة وما زالت تعمل بتحتاج للطاقة، عشان كده عربيات الغاز والسولار من أهم الحاجات اللي بتخش عن طريق بوابة معبر رفح. بشكل عام يمكن عدد الشاحنات اللي دخل عبر بوابة معبر رفح، لو بنتكلم احنا بس يعني على مدار من رمضان العيد خلال الايام اللي احنا فيها دلوقتي، تقريبا دخلت لها فيما يقرب من 2000 شاحنة، ويمكن اكتر العيد لوحده دخل له 1000 شاحنة. شمال قطاع غزة من اهم الاماكن اللي محتاج 1000 شاحنة يعني في العيد، بس يا كريم إغاثية كنا بندخل فيها العيد لوحده فقط ما يقرب من 1000 شاحنة في العيد فقط، العيد اللي هو إجازة رسمية عند الناس كلها. مصر ومعبر رفح شغال على قدم وساق، ما قفلش أبوابه. دايما كنا نسمع الإشاعات أنه معبر رفح أغلق أبوابه أمام الأشقاء في فلسطين، ولكن معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، والشاحنات بتدخل عبر بوابة معبر رفح. دائما اللي بتعرقل دخول هذه الشاحنات هي قوات الاحتلال من الناحية التانية الحقيقة، بحجج كتيرة جدا جدا. أوقات الحجج بتبقى أنه الحاجة شكلها مش مناسب، ارتفاعها مش مناسب، أوقات بتدخلها لحد جوه وبعدين توقفها ما تعديهاش لحد الشمال قطاع غزة، أوقات بترجعها لمجرد أنه مثلا شاكين أنه فيها، يعني أنا اتكلمت مع السواقين الحقيقة في بعض الأوقات، مجرد أنه فيها ألبان للأطفال الحقيقة رجعوا الشاحنات. لكن هل ده بيمنع مصر أنها تكمل؟ خالص. الحقيقة أنه مطار العريش الدولي ما زال بيستقبل المساعدات من 29 دولة و14 منظمة بنستقبل فيها المساعدات. الهلال الأحمر المصري بيتحرك، محافظة شمال سيناء بتتحرك، بياخدوا المساعدات دي بتروح على المخازن اللوجستية وبتتحرك على بوابة معبر رفح اللي تدخل الناحية التانية تصميم وتأكيد. وكان في توجيهات كمان من فترة كبيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون حد أدنى لدخول الشاحنات من بوابة معبر رفح هي 300 شاحنة، والحقيقه ان قطاع غزه بيحتاج تقريبا ما بين يعني 300 ل 500 شاحنه يوميا عشان يقدر يكفي احتياجاته بشكل عام. لكن هل ده بس اللي مصر بتعمله في ما يتعلق بالشاحنات او المساعدات الاغاثيه؟ لا طبعا، بجانب الاسقاطات الجويه والانزالات الجويه اللي بتقوم بيها القوات المسلحه عشان تلقي بالمساعدات لشمال قطاع غزه، لكن كمان استقبال المصابين والاشقاء من قطاع غزة يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. احنا بنتكلم برضو عن اكتر من 4000 ويمكن 4200 وفيما اكتر من ذلك كمان من المصابين من الاشقاء في قطاع غزة دخلوا للاراضي المصرية بالفعل، وبيتلقوا العلاج في مستشفيات حددتها وزارة الصحة، زي مثلا مستشفى العريش العام، مستشفى بئر العبد، عدد من المستشفيات في القاهرة زي مثلا مستشفى القصر العيني ليها مكان مخصص للأشقاء الفلسطينيين، معهد ناصر، عدد آخر من المستشفيات حددها وزارة الصحة. ده كمان جزء الحقيقة اللي بتعمله مصر. عندنا كيان مهم جدا وقوة تحالف مهمة جدا جدا بتشتغل على الأرض فعليا، وهي قوة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أطلق 6 قافلات من المساعدات الإغاثية، بنتكلم على 75-80% من المساعدات الإغاثية اللي دخلت لقطاع غزة الحقيقة كلها من مصر. 6 قافلات من التحالف الوطني وصل منهم خلال امبارح والنهاردة القافلة السادسة، دخل منها المرحلة الأولى والتانية، دول لوحدهم أكتر من 6000 طن من المساعدات المختلفة، مواد غذائية، مستلزمات طبية، مواد إعاشية، مختلف الأنواع الحقيقة من المواد والمساعدات الإغاثية دخلت بالفعل ووصلت لمدينة العريش ورفح، وعبر جزء كبير منها البوابة معبر رفح من الناحية التانية من الأشقاء في قطاع غزة. قوات الاحتلال بتحاول بأي شكل إن هي تعرقل، إما بالإشاعات اللي كانت بتطلقها على سبيل المثال من قبل كده إن مصر هي اللي بتدخلش الشاحنات، ولكن الصورة دائما هي من تتحدث، يعني الحقيقة الشاحنات لا تتوقف دائما من المرور، واللي لما وقفوا المرور من الناحية التانية الشاحنات ما زالت مصطفة أمام بوابة معبر رفح على الجانبين. سيارات الإسعاف دايما واقفة في المنطقة الفاصلة بين بوابة معبر رفح المصرية وبوابة معبر رفح الفلسطينية لاستقبال الأشقاء المصابين. الحقيقة أنه ده مش كلام المصريين بس، أو مش دي الصورة بس اللي بتنقله، لكن كمان المنظمات الدولية والأممية، منظمة الأمم المتحدة، بنتكلم على المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إيه من يومين؟ قال انه حقيقة مصر هي لها الدور الرائد والرئيسي والاساسي في ادخال الشاحنات عبر بوابة معبر رفح، وقال انه بوابة معبر رفح هي الاساسية والرئيسية والاهم، نصا كده قال، الاهم لدخول الشاحنات الاغاثية الى الاشقاء
في قطاع غزة. الحقيقة إنه المناشدات كتيرة جدا من المنظمات الأممية، من اليونيسيف، من مصر، من كلها يعني تحركات كبيرة جدا للضغط على قوات الاحتلال للتخفيف طبعا من ويلات الحرب على الأشقاء في قطاع غزة. مصر ليها دور كبير جدا كمان باستضافة جميع الأطراف الحقيقة في مصر هنا للوصول لمحاولة الوصول يعني لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. كمان الحقيقة يوسف يعني كمان السادة المشاهدين يبقوا عارفين إنه العمل بيستمر 24 ساعة. الأرقام اللي احنا بنقولها دي لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، ممكن كمان 10 دقائق، ممكن كمان ساعة، الأرقام دي بتزيد. يعني الناس شغالة طول الوقت في المعبر لحد يعني منتصف الليل، وبداية من بعد الفجر كمان تبتدي الشاحنات ان هي تتحرك الحقيقة وتدخل من بوابة معبر رفح المصرية. اتكلمت مع السواقين، قلت اشوف هم دخلوا بعينيهم وشافوا بعينيهم ايه اللي بيحصل هناك. الحقيقة ان هم يعني بتلاقي السواقين بيتكلموا، سواقين الشاحنات اللي بتعدي بيتكلموا بلسان حال المصريين، لسان حال المصريين ان احنا دائما مع الشعب الفلسطيني، احنا واقفين مع القضية الفلسطينية. وده كان الرئيس اتكلم عليه من فترة، انه القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وانه يعني الحقيقة انه بجانب ان احنا واقفين مع القضية الفلسطينية احنا عمرنا ما هنسمح بالتهجير حفاظا على القضية الفلسطينية وحفاظا على الاراضي المصرية. تعال اسمع يعني حقيقة الناس تسمع كلام سائقي الشاحنات اللي بيخشوا للناحية التانية مستعدين قد ايه، الناس اللي معيدتش في بيوتها، الناس اللي فضلت تقعد بالشهور وبالاسابيع رايحة جاية على الطريق عشان بس تدخل المساعدات الاغاثية دي للاشقاء في قطاع غزة. تعرف قد ايه يعني الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، قد ايه الشعب المصري مستعد يضحي يقف بجانب اخواته الفلسطينيين. ودي كانت الصورة بشكل عام، لكن كمان اللي بيعيش التفاصيل وبيشوف دخول الشاحنات دي وخروج المصابين وتتكلم معاهم، وقد ايه بقى اهل العريش واهل بشكل عام اللي استقبلوا المصابين استقبلوهم ازاي وتعاملوا معاهم ازاي في رمضان. الحقيقة انه الصورة كانت فوق الوصف، انه الحقيقة انه مش مجرد كلام، لكن الوقوف بجانب القضية الفلسطينية هي افعال على ارض الواقع زي ما انت كنت بتتكلم من شوية. والحقيقة انه الارقام والمنظمات الدولية والمنظمات الأممية هي اللي بتحكي وبتشيد بدور المصري الحقيقي لإدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة. أشكرك جدا جدا يا كريم، ومحبتي وتحياتي واحترامي وتقديري ليك ولكل يعني الناس اللي موجودة هناك، لأنكم فعلا بتقوموا بدور مهم جدا. أنت بتنقل لنا الواقع وهم بينقلوا المساعدات الإنسانية لأهلينا في غزة. شكرا جدا ليك يا كريم. زميلي العزيز كريم بيبرس زميلنا من العريش شمال سيناء جمهورية مصر العربية وعلى خط الحدود مع فلسطين العربية الحرة بإذن الله. طيب تعالى نروح لخبر مهم جدا برضو ان احنا نبقى نتكلم فيه. هو الجماعة الأجانب دول أمنا؟ يعني ناس يقولك يا سلام شوف انا معاملة انجليزي، معاملة مش عارف ايه، اصل الجماعة اوروبا، اصل الناس دي ولا امناء ولا حاجة خالص، يعني خالص امناء من انهي معنى؟ يعني الامانة بتاعت مثلا لما يجي يعمل لك الحاجة يعملك بالمظبوط وما يغشكش، وما بيغشكش عشان خايف، يعني لو عايز الحق يعني انت بتروح تقعد في بلد في اوروبا ولا تقعد في اي ولاية من الولايات الامريكية ممكن تحصل على خدمة جيدة، فلان هيصلح لك كذا، فلان هيبني لك كذا، فلان هو خايف، خايف لانه القانون بيطبق بمنتهى الصرامة وبمنتهى الشدة. هتروح تشتكيه في الاتحاد بتاعه، الاتحاد المهني بتاعه او الاتحاد العمالي بتاعه، هيتفنكل. هو خايف، هو ما هوش امين للدرجة دي. ادي واحد. اتنين اللي بعده بقى، هل هم امناء فيما يتعلق بالاخلاق والمبادئ والاعتبارات الانسانية؟ شوية كذابين، لانه لو كانوا امناء ما كانوش شافوا المذابح دي وسكتوا، ده لو كانوا كده، او ما كانوش منعوا الناس انها تدلي بدلوها وبرايها. مثلا ايه الحديث حول طول الوقت ايه حريه الراي والتعبير في اوروبا ودول العالم المتقدم، والناس دي اصلا بتحب تسمي نفسها كده، يقول لك ايه دول العالم الحر، دول العالم الحر. الحر؟ طب واللي بيحصل في جوجل كلاود ده ايه؟ يعني لمجرد انه في موظفين شايفين ان جوجل بتنتهج مجموعه من الاجراءات المتعلقه بغزه هي بتجافي فيها الحقيقه وتغفل فيها الواقع، فيبدا يبقى عاوزين يقبضوا على الموظفين ويمشوا الموظفين ويطردوا الموظفين وينتهجوا عنف ضد الموظفين إلى آخره. ده مثلا يعني أنا بس بفكر معاك بصوت عالي. على كل خلينا نشوف تقرير حول تنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة الـ AUC لحفل إطلاق النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي السنوي واللي بيهدف للاحتفاء بروح القاهرة الساحرة.
والتركيز على التاريخ الغني لهذه المدينة الكوزموبوليتانية التي لا تنام على الإطلاق، المدينة الممتلئة بالحياة والحركة، المدينة لك مدينة دايناميك. وبفكروني بعد ما نشوف التقرير ده ونرجع عليه، هنروح فاصل وكده نرجع، عايز أحكي لكم على المصريين بس بوجهة نظر أيمن بهجة قمر. ومن هنا أيمن أنت مذهل، مذهل، أنت مشكلة والله، بتكلم بجد، بحبه جدا، بحب كمان شغله جدا قوي يعني. خلونا نروح بس لهذا التقرير الجميل عن القاهرة الساحرة اللي منورة بأهلها، وهنرجع نكمل الكلام. اولا المهرجان ده اول مره يقام مهرجان بهذا الحجم في الجامعه الامريكيه، وده شيء طبعا يشرفنا جدا جدا، وهو مهرجان ثقافي بحت يعني. ثقافي اولا هو مفتوح للجمهور ومفتوح ان احنا نعرض كل منتجات التلامذه عندنا، والفعاليات بتبقى مش بس من عندنا في الجامعه، من جهات اخرى، وكل حاجه بقى يعني من اول الـ مثلا الاختراعات الهندسيه لحد الرسومات لحد الافلام لحد الاستعراضات. في طبعا عروض مسرحيه وفي عروض استعراضيه، في بانل ديسكشنز كتيره جدا في نقاط يعني مثيره للجدل ومهمه قوي في الوقت الحالي. في برضو يعني كلها احداث متغيرة جدا، وبس كلها تحت كوكبة المهرجان. الفعالية لا جميلة جدا الصراحة، لسه بتبتدي أول يوم، فطبيعي أنه يبقى لسه يعني هتبتدي طبعا أكتر، متوقعين أن يبقى في يوم الجمعة ويوم السبت، لأن احنا أصلا مشاركين أن احنا هنعمل جولات في القاهرة للزائرين بتوع المهرجان، فمتحمسين جدا ليها. وانا هبقى في بانل في مناقشه بكره، هبقى جزء منها يعني، على اصلا الفعاليات بتاعه اسمها فيها حاجه حلوه، فبتتكلم على فعاليات اللي موجوده في القاهره غيري او امثله تانية زي اصدقائي اللي هيبقوا معايا في النقاش. انا مشاركه بالبراند بتاعتي اسمها فلورشيه، بنعمل ورد بالكوشيه. احنا اصلا بدانا في الجامعه الامريكيه، يعني انا خريجه الجامعه الامريكيه، كان مشروع التخرج بتاعي ان انا عملت فلوشيه، عملت لها ويب سايت وعملت لها سيستم وكده. بدانا برضو كانت مسابقه هي اصلا في الجامعه، ودخلت بيها بالمشروع بتاعي ووصلت للتوب 10، والحمد لله يعني من ساعتها وانا شغاله في المشروع. الفعاليات النهارده لذيذه قوي والايفنت حلو، وان شاء الله هيبقى يتكرر كل سنه، بيحتفل بالقاهره، وانا مشاركه ان انا فنانه بصريه بتخرج من الجامعه، وده المعرض السنوي بتاع فنون بصريه. الايفنت طبعا حلو جدا، وكل الناس البروجكتس بتاعتها very inspiring، فمبسوطه جدا ان انا مشاركه بالبروجكت بتاعي مع زمايلي اللي هم they're very talented. انا مشاركه ببروجكت انتي بودي عن الاوتو اميون ديزيزز اللي هو الامراض المناعيه اللي هي بتقلب الجسم ضد نفسه. فالبروجكت ده عشان البني ادم لما بيبقى عنده مرض مناعي ما بيبقاش فيه سيمتومز كتير بتوري اللي جوه جسمه، اللي هو ان الجسم بيهاجم نفسه مش بيهاجم الفيروسز اللي بتدخله. فالبروجكت ده بيوري الهجوم ده بطريقه اكسترنال اكتر، لان كل الستراجل بيبقى حاجه انترنال من جوانا. اهلا وسهلا بحضراتكم. طيب تعالى نرجع نكمل الكلام تاني على القصه اللي هي بتاعت جوجل. موظفين خدوا قرار ان هم يتبعوا اليات الاحتجاج السلمي كيفما يقره القانون في الولايات المتحده الامريكيه، وكيفما تقره الخطابات طول الوقت الامريكيه وغير الامريكيه يعني بتاعت دول العالم الذي يصف نفسه بدول العالم الحر، في حق الحريه بتاعهم في الراي والتعبير وما الى ذلك. وجزء من احتجاجاتهم طبقا للمعمول به في بلاد العالم الحر زي ما بيحب يسمي نفسه، هم اعتصموا. طب علشان ايه؟ قال لك والله احنا معترضين جدا على سياسات جوجل المنحازه لاسرائيل والداعمه لاسرائيل وما الى ذلك. فما كان من الشركه المحترمه الكبيره الدوليه، واحده من اكبر الكيانات الدوليه والاقتصاديه الكبيره في العالم، الا انها قبضت على الناس.
طيب خلينا نفهم برضو، يمكن نكون احنا غلطانين والله أعلم، نفهم من كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد محارم. أهلا بيك يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك. مساء الفل. إزاي الصحة؟ بخير الحمد لله. إيه اللي بيحصل في جوجل كلاود وإيه تفاصيل اللي بيجرى؟ احنا لو عدنا بالذاكرة لستة يناير أمام الكونجرس ما كانش حد يصدق ان دي طبيعة الشعب الامريكي ان يهجم على الكونجرس. فدي ما كانتش يعني حاجة يعني تقليدية، لكن من ساعة الوقت ده بدأت يبقى فيه ردود افعال للشارع الامريكي فيها عنف او فيها استفزاز القوانين. السياسة هي المراية اللي بتوري للشعوب مش بس قدرها عند نفسها، قدرها عند العالم كمان. لما ترامب قال أمريكا أولا، هي طول عمرها أمريكا أولا في الديمقراطية وفي الحريات وفي دعم الأقليات وحاجات كتيرة جدا، لكن يبدو أنها فترات معينة بدأ الميزان يختل. ولما حين يميل الميزان الست شهور اللي فاتوا دي خلى العالم بما فيه الداخل الأمريكي بيشوفوا أمريكا بشكل مختلف تماما عن اللي هم تعودوا عليه كصورة ذهنية أو للعالم بينظر لها. لما تدعم أمريكا إسرائيل بشكل تلقائي ويعني مستمر إلى يوم الدين، إنما توصل الصورة لأنه في حرب إبادة جماعية قامت بها إسرائيل وتتهم أمريكا من الداخل ومن خلال شعبها بأن احنا نرفض أن احنا نساهم في هذه الحرب وفي قتل الأبرياء، وبالتالي ردة الفعل الناس قعدوا ست شهور يشوفوا حرب على الهواء، ضمير العالم اختلف. كمان ردود الأفعال ما حصلش أبدا في تاريخ المجتمع الأمريكي أن رؤساء جماعات كبرى يطالبوا من الكونجرس أن يتعامل معهم تحقيق وياخذوا لفت نظر أو إيقاف عن العمل لأنهم سمحوا لبعض الطلاب بالتعبير عن الرأي. طب أنت يا أمريكا بلد الديمقراطية، لما يوقفوا بقى الناس في الشارع ويوقفوا على الكباري ويمنعوا مرور السيارات ويبدأ فيه بعض سياسيين كبار وناس في الكونجرس فيهم من يؤيد هذا التصرف يقول ايوه احنا عايزين ضمير الاداره الامريكيه يستيقظ، حصل في شرخ في مفهوم الحريات بالنسبه للمجتمع الامريكي. والشرخ ده مش جاي من يوم وليله، ده جاي من نتيجه ان تراكم خبرات للشعب انه في يوم من الايام في الست شهور دول ادرك 40% من سكان امريكا وهم الشباب انهم كانوا مضللين من حاجتين، مضللين من الاعلام كان شايف بس بعين واحده، ومضللين كمان من تصريحات السياسيين اللي فيها تضارب. يعني يقف رئيس الدوله ويقول احنا بنعاقب اسرائيل ومش موافقين على اللي هي بتعمله وهنوقف ضخ الاموال وضخ السلاح، وبعدين كل الكلام ده يطلع انه بيراضي بيه يعني في يطلع في شنك زي ما اتفضلت. فالحقيقه يعني التطورات اللي حصلت في الشارع دي كده هي رد فعل على انه في يعني سياسه بتوزن بكل يعني بكل ثقلها بترمي بكل ثقلها وبكل قدرتها انها بتضحي بتاريخها اللي العالم كله بيشهد انها عندها قدره على التاثير الايجابي في العالم، لا النهارده اصبحت تاثيرها سلبي او منبوذ للاسف الشديد. طيب هنا بالعوده للي بيحصل بقى في جوجل كلاود في كاليفورنيا، هل هؤلاء المحتجين هؤلاء المتظاهرين من الموظفين الى اخره، يعني شركه هددت متظاهرين بانهاء العمل، تم القبض على موظفين في الشركه بعد اعتصامهم الى اخره، هل حد فيهم خد اي خطوه لا يحمي بيها القانون الامريكي ومن ثم يتم القبض عليهم او اعتقالهم؟ حضرتك ما يقدرش اي مواطن في امريكا يقف على الرصيف وما ينزلش برجله في الشارع، المظاهره عشان تتعمل بيتقدم تصريح والشرطه بتوافق عليه ويحدد فيها المكان والزمان وعدد الموجودين. حلو. بس الحاجه الوحيده اللي مفتوحه قول اللي انت عايزه، وبالتالي قيمه كم شهر حصل الشباب اليهود اللي هم مش عاجبهم تصرفات نتنياهو الساعه 12 بالليل دخلوا على محطه زي محطه مصر عندنا اكبر محطه قطارات في منهاتن واحتلوها، وما خدش الاعلام الامريكي قال احتلوها، وبالتالي العدد كان كبير والتوقيت كان ويك اند ونص الليل، فحصل يعني برضه احتدام ما بين الشباب وكده قبضوا على مجموعه منهم كانوا. فطبعا كل اللي بيحصل ده شيء جديد مش متعود عليه المجتمع الامريكي. اذا كان في عنف من قبل الشرطه فقصاده عنف مضاد تماما من اطراف الشباب ثائر لانه شايف ان هو بيدرس وعايش في حلم، وفي نفس الوقت الحلم ده السياسيين عنده بيضيعوه، فهو الشباب حاسس انه مضحوك عليه، انتوا عايزين يكون احضر
يعني في ايام اوباما لما ترشح كان شعاره يس وي كان دو ات، والشعار ده هو اللي خلى الشباب يلتف حواليه. ففي شباب من الفتره دي عنده استعداد يقول ان امريكا بلدنا دي تدي نموذج حلو للحريات في العالم والرفضة في المظلومين. النهارده الايه معكوسه، وبالتالي بايدن بيحاول يلم الشباب ويراضيهم ويقول ان انا هالغي او هشيل تعرف حضرتك الطلبه اللي في الجامعه بياخدوا قروض من المجتمع الامريكي وبتتقسم على 20 30 40 سنه. من ايام في الفتره اللي فاتت لما كان مترشح للمره الاولى ده احد الوعود بتاعته، لم يوفي هذا الوعد. النهارده برضه بيوعدهم ثاني، فالناس يقولوا في شنك بقى انت اتكلمت في الحكايه دي، اولا لا تستطيع فاينانشالي وهيكون في نوع من المظلوميه، ازاي الناس اللي بقى لها سنين اتخرجت دفعت واحنا مش هندفع؟ كلام كله في نوع من عشان بس الانتخابات. صحيح، انا بشكرك جدا 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 استاذ احمد، كل الشكر للكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد محارم محدثنا من الولايات المتحده الامريكيه. هل اللي احنا شفناه ده هيؤدي الى انه يحصل تغيير ما في بنيه المجتمع الامريكي او في البنيه بتاعه التفكير السياسي للمجتمع الامريكي؟ انا ما رجحش ان احنا نبني على ده خالص. بيحصل حاجات بتحصل، هتاخد وقتها، هتاخد وقتها، لانه في النهايه خالص هي عامله بالظبط زي التفاعل الكيميائي، التفاعلات السياسيه بتاخد وقت، فالتفاعلات اللي جوه المجتمعات بتاخد وقت اطول. المجتمع الامريكي هو مجتمع مهجر بالاساس، هيبدا يصطدم بانه كل ما قيل حول حريات الراي والتعبير وانتهاج سياسات مخالفه ليها هو كذبات كبرى، هيبدا يشوف. خد بالك انه هذا المجتمع نفسه، المجتمع الامريكي نفسه اتبنى على الكذبة الكبرى. انت بتتكلم على مش هسميها حتى مهاجر ابيض، انا هسميها انه كان هناك مجموعة من القتلة من العرق الابيض جايين من اوروبا قتلوا ملايين البشر في هذا العالم الجديد، مش بس في الامريكتين وتحت في استراليا. قتلوا الناس، عملوا ابادة وعملوا تطهير عرقي وأصابوهم عمدا بالأمراض. طبعا في واقعة شهيرة وبالمناسبة معترف بها دوليا ومعروفة دوليا، ألا وهي البطاطين الملوثة بالجدري علشان يقتلوا السكان الأصليين اللي موجودين كانوا في الأمريكا دي. حلو، وهكذا. يعني عمر المجتمع الأمريكي ما كان مجتمع حقيقي متعلق بالحرية وبالديمقراطية وبحرية الرأي وبحرية التعبير إلى آخره، مجتمع عنصري إلى أبعد الحدود، حتى في إطار العرق الأبيض اللي فيه يمارس العنصرية كل منهم تجاه الآخر، فالألماني غير إيرلندي غير الطلياني غير اليوناني وهكذا. فما بالك بقى إذا كنت من أصل شرق أوسطي ولا مصري ولا عربي، وبعدين يبدأوا ياخدوا أيضا انتهاك، بينتهكوا يعني الأعراف حتى الإنسانية المتعلقة بما هو طائفي أو ديني على سبيل المثال، فينظر أحيانا للمسلم طول الوقت باعتباره إرهابي. يعني حواديت أمريكا ليست هي الحلم كيفما تحاول أن تروج. أمريكا أولا دي عمرها ما كانت حقيقية. أمريكا أولا في العنف، أمريكا أولا في حجم الاقتصاد ماشي، أمريكا أولا في حكم في 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 درجة السيطرة على الدول، إما أنها تحتلها عسكريا أو اقتصاديا أو أنها تلوثها ثقافيا إلى آخره. أما في الحرية بجد، حرية الرأي بجد، كذب. أمال المكارثية كانت إيه؟ إمتى أمريكا كانت حرة؟ امتى امريكا كانت ديمقراطيه؟ عاملين بالظبط زي الكذبه الكبرى. اسرائيل الدوله الديمقراطيه الوحيده الموجوده في المنطقه العربيه او في الشرق الاوسط. ازاي هي الدوله الديمقراطيه الوحيده وهي بتمارس الابرتايد؟ ازاي هي دوله ديمقراطيه وحيده وهي لا تعطي كافه الحقوق وتلزم الكل بكافه الواجبات على ارضها؟ ازاي دوله ديمقراطيه؟ ازاي دوله ديمقراطيه وانا محظور عليا اخش بعض الاحياء؟ بل محظور عليا امشي في بعض الاماكن؟ ازاي دولة ديمقراطية وانا مسموح لمستوطنين جايين من اوروبا يخطفوا الاطفال في قلب القدس ويعذبوهم ويقتلوهم ويرموهم على تخوم المدينة العتيقة؟ ديمقراطية؟ شوية كذابين. طيب خلونا نروح للقاء المسجل الذي طال انتظاره. عمر الشناوي هيكلمنا في هذا اللقاء على دوره في مسلسل الحشاشين، وزي ما دايما بقول الحقيقة أن عمر الشناوي عمل فعلا دور مقنع جدا 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 في هذا المسلسل. المسلسل اللي أنا يعني مش بس عجبني، المسلسل اللي أنا مبهور بيه جملة وتفصيلا، المسلسل اللي أنا مبهور بحجمه الإنتاجي، اللي أنا مبهور بأداء ممثلينه. يعني الممثلين كلهم
أجادوا لدرجة مذهلة. وانت ممكن تختلف على مسألة كل الممثلين، هقول لك الممثلين اللي ممكن كنا علينا عليهم او لينا عليهم ملاحظات، لقينا كم تطور مذهل في ادائهم. ده انعكس، يعكس كتابة جيدة جدا، يعكس اخراج رائع جدا، يعكس انه الممثلين دول عارفين هم بيعملوا ايه. انا شفت كريم عبد العزيز وهو بيتكلم على هذا الدور، قال انا كان لازم أحب الشخصية واقتنع بيها عشان أنت تكرهها. ما بين قوسين، حد زي كريم عبد العزيز كده أنت بتتكلم على راجل مش مجرد ممثل عادي، ده ممثل فيلسوف. هنا لما تيجي تشوف عمر الشناوي بقى وتتفرج عليه، عمر الشناوي حد تاني غير عمر الشناوي اللي احنا شفناه في أدوار كتير. عمر الشناوي في المسلسل ده عجيب، مذهل. خلونا نشوف اللقاء ده وهناخد فاصل ونرجع نكمل الكلام. أنا عايز الرعب يملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. أنا كنت خايف من فكرة مسلسل تاريخي. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. كنت حاسس إن إحنا هنفقد جزء كبير من الجمهور. أنا كنت بحاول أعيش شخصية السلطان شوية، فكنت بحاول أتعامل من فوق، فما كنتش بتعامل مع حد قوي، فأنا كنت في حالة من القعدة مع نفسي جدا يعني. اللبس كان تقيل وحر، وكنا بنصور في الصيف ولابسين فار، ويعني كان في عناء في المسلسل، بس كان في متعة في نفس الوقت. أنا ما عنديش مشهد مفضل، أنا كل مشهد كان بالنسبة لي داخل أعمل أعيش قصته، فأنا كنت مستمتع فعلا بكل مشهد، ما عنديش مشهد مفضل. بس أنا عندي مشاهد الأكشن كنت مستمتع إن أنا بعملها، لأن أنا أصلا بحب الحركة وبحب الرياضة، فدي كانت بالنسبة لي ممتعة من ناحية الجسدية يعني. أربعة أيام كنا بنصور في الفيوم، بنصور من مع شروق الشمس بالظبط، فإحنا بنوصل مثلا الساعة 3 الصبح، الشروق بيبقى الساعة 4 4:30، بنبتدي من 4:30 بنخلص الساعة 5، ما بنوقفش ما بنقعدش. أنا في يوم أنا كنت قاعد على الحصان مثلا تقريبا 12 ساعة قاعد على الحصان، فأنا كنت بنزل من على الحصان ظهري مطحون، فهو لا كانت مرهقة جدا جدا يعني. اتمرنا 4 شهور قبل المسلسل على ركوب الخيل وعلى اللعب بالسيوف، يعني قعدنا اتمرنا جامد جدا. لما جه المسؤول عن الاكشن اللي هو كان اسمه كالا، جه يمرنا بقى التمرين اللي هو داخلين نصور، اكتشفنا ان احنا اتمرنا غلط، ان هم الطريقه اللي احنا بنتمرن بيها دي مودرن جدا، اخترعوها بعد الحرب العالميه، واحنا طريقه ركوب الخيل اللي كانوا بيركبوها قبل كده مختلفه تماما. فابتدينا نتمرن طريقه ركوب خيل جديده. خلصنا ده بقى ابتدينا دخلنا في التصوير بقى. في التصوير بنصور طبعا وقتنا محدود جدا وبنحاول نخلص بسرعه، فكان المشاهد كلها ورا بعض، ما كناش بنوقف. اخر يوم شبه كان هيقوم عليا، وانا عاده ما بتعبش قوي، بس من كتر ما احنا كنا شغالين انا كان خلاص الطاقه انتهت. الحمد لله ان ده اتاخد بوجهه نظر كويسه، الناس ابتدت تشوفه وابتدت تقدره. هتبقى فرصة جديدة تسمح للصناعة انها تبتدي تتوجه لده اكتر، لانه بيتشاف والناس بتهتم بيه. فاحنا بقى كمصر عندنا تاريخ عظيم، فمحتاجين نقدمه. ازي حضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب خلونا نتكلم شويه على جزء من مستقبل اقتصادنا المصري. في عندنا حاجه اسمها الصادرات الرقميه، انا مش هفتي فيها يعني عشان بس ابقى متفقين. ليه؟ لان انا ما اعرفش فيها قوي يعني، على قد حالي كده، على قد الواحد ايه القرايات البسيطه. طيب صادراتنا من هذه المنتجات او الصادرات الرقميه بتوصل لحوالي 6.2 مليار. طيب عندنا فرص للزياده؟
طيب هل من الممكن ان احنا نوصل حجم استثماراتنا ده فرق، حجم الاستثمار حاجه والصادرات حاجه، حجم استثماراتنا ممكن يوصل ل 100 مليار دولار؟ جدا. ازاي بقى؟ ازاي دي بقى؟ جاوبنا عليها ضيفنا العزيز جدا داخل استوديو المهندس الروماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات. اهلا بيك. اهلا وسهلا. منور منور منور. انا متشرف جدا صدق. يعني ايه صادرات رقميه الاول؟ بص، صادرات رقميه يعني كل ما هو تكنولوجيا. يعني انا دلوقتي لو بعمل اوت سورس في البروجرامينج مثلا، دي صادرات رقميه. ممكن لو هقول كول سنتر يصنف اوتسورسنج رقمي، ناشونال كول سنتر ده يصنف صادرات رقميه. كل ما هو تكنولوجي، اي اي، ارتفيشال انتليجنس، انترنت اوف ثينجز، كل ما هو التولز دي هي ممكن تبقى صادرات رقميه احنا نقدر نتميز بيها. حلو. وده على فكره ده مش انا هقول لك حاجه، هتكلم في حاجه مهمه جدا احنا بنسمعها. القياده السياسيه بتتكلم على انه مهم جدا الصادرات بتاعتنا تبقى 100 مليار. صح؟ اعتقد الرئيس رفعها كمان ل 120. 150؟ لا لا، الرئيس ما بيهزرش. طيب هقول لك حاجه بقى، الملاذ هتكلم في الحته دي الاول، وهاخدك لحته ثانيه خالص بتاعه تكنولوجيا المعلومات. الصادرات الصناعيه مثلا هي دلوقتي حاليا 30 مليار. مدخلات الانتاج بتاعتها كام يا يوسف؟ كام؟ نصها. مش عايز اقول اكتر، خلينا نقول نصها، بس مشيها نصها. مشيها نصها. فيبقى انا دلوقتي كدوله 30 دول كانهم كام؟ 15 مثلا. طب لو وصلت 100 يبقى كانهم 50. انا بقول بقى مستقبل مصر في السيرفيس، في التكنولوجيكال سيرفيس دي. ليه؟ هقول لك حاجه، مصر احنا دايما بنقول مصر شابه. طب مصر فيها 60 مليون شاب. لو انا قلت ان انا عندي مليون من ال 60 دول، مليون من 60 اقدر استخدمهم ك اوت سورس هيومن ريسورسز، مورد بشري، تعالى نحل الرقم صغير كده اوريك قد ايه ده ممكن يدخل الدوله المصريه. ودي مبادره احنا بندعو القياده السياسيه انها تتبناها، ومن منبرك ده اللي هو دايما القياده السياسيه بتتبعه. ده شرف ليا يا رب. فدلوقتي تعالى نحل الرقميه. لو قلنا المليون دول، المليون دول لو الحد ده هياخد 3000 دولار في الشهر يبقى كام؟ 3 مليار دولار. طب في السنة 36 مليار دولار صافي بقى نت كل مليون. طب أنا ممكن ده يبقى، أنا بقول خلال السنة الجاية، ودي دعوة من هنا، إن إحنا يبقى بنستخدم مليون ونقدر نعمل لهم سيلكشن، ونقدر نصدر الطاقة البشرية ديت من خلال سيرفيس. وأنا بقول لك رقم، والرقم ده على فكرة مش رقم كبير، 3000 دولار في الشهر ده مش رقم كبير، تمام؟ فبنتكلم في 36 مليار دولار. فلو قلنا في السنة الأولانية ديت 36، السنة الثانية هيبقوا ب 2 مليون الضعف، في الثالثة هبقى أوصل ل 100 مليار دولار نت في 27 مثلا من الطاقة البشرية. من الطاقة البشرية دي هو ده الملاذ على فكرة. ده مش احنا مش وي نوت انفنتنج ذا ويل، احنا مش بنخترع العجلة. ده حصل في الهند يا جماعة. يعني احنا بس هستخدم معاك مصطلح موازي، but it is a rocket science. ده عاوز استثمار في الطاقة البشرية دي مذهل. العقول دي لازم تبقى مليانة. بص يا فندم، انا قلت لك هم 60 مليون، قلت لك مليون على فكرة. المذر تانج بتاعت الشباب دول التكنولوجي دي، واقدر بطريقة مبسطة، مش لازم كلهم يبقوا مبرمجين، ممكن يبقى كول سنترز، ممكن يبقى على فكره الرقم ده رقم انا بقول لك يعني بخبرتنا في المجال، لا احنا الرقم ده نقدر نوصل له. هو ممكن يبقى موجود سكاترد، متفرق. احنا دلوقتي لازم اجمعه جوه وان انكيوبيتر، ودي تبقى مبادره للدوله المصريه، ودي انا شايف انها هو ده الملاذ. مع احترامي للصناعه هقول حته بس، معلش، الصناعه حضرتك عشان تنشئ مصانع انت محتاج قد ايه عشان تقوم مصنع؟ سنتين ثلاثه. حتى لو افترضت ان انا هاخد كل الاجراءات السريعه المطلقه سنه، لا صعب جدا. هبني الجملونات، هجيب المكن، سنتين. سنتين صدقني. فانا بقول لك في الثلاثه دول نبقى عندنا 100 مليار دولار فولي بتاعتنا كلها، ما فيهاش مدخلات انتاج. اوكي. طب يمكن عايز افكر معاك بصوت عالي برضو. انا علشان
هل من ضمن ما نطلق عليه صادرات رقميه ان انا ابقى مركز للخوادم العملاقه؟ يعني احنا اوريدي على فكره الهايبر سيرفرز الصين عملت كده وحطت مستهدف وبتوصل له، بل اعتقد كمان بتعدي المستهدفات الداتا سنترز. مهم جدا يبقى عندنا داتا سنترز. انا محتاج ده خصوصا ان انا اصلا النقطه اللي بتلتقي فيها الكابلات وكل الحاجات اللي جايه، يعني انا اللي اقدر اعمل ده اكتر من ولاد الايه اللي جنبنا. بقى هاخدك في حته امن قومي يا فندم. انت انا قاعد بتفرج عليك وشايف الوضع الصراع، وهقول لك حاجه صغيره جدا. دي فرصتي. الصراع يا فندم الامريكي الصيني على تايوان ليه؟ عشان المايكرو شيبس. عشان تي اس ام سي، الشركه اللي هي بتنتج 80% من المايكرو شيبس اللي في العالم. طيب هسالك سؤال جدلي، لما بيحصل اختلاف مع الدول الغربيه دي بيقفلوا عليك؟ طيب لو قفلوا عليك، الاجهزه دي كلها اللي شغاله بالسيستمز بتاعتهم هتبقى حته حديده. فايتس تايم يا جماعه كمان يبقى في بدائل. وبدائل، ودايما دايما احنا انا بدعو ده، لازم يبقى عندنا مثلا هواوي ابتدت تانفست الفتره اللي فاتت دي في اي ار بي ده سيستم اي ار بي بتاعها. انا مش عايز اتكلم على براندز عشان ما يبقاش تتحسب عليا. انا فاحنا لازم يبقى عندنا اور اون سيستم كمان. يعني هو مش كمان انت بتدخل دخل قومي، ان اديشن انت لازم يبقى ده عندك عشان ده امن قومي. حلو. انا كده معناها ان انا محتاج استثمر قوي في النوع ده من الصناعات او في النوع ده من التكنولوجيا اللي بيحقق لي عائد كبير جدا سريع جدا. وزي ما قلت انا عندي البنيه البشريه، الهيومن ريسورس موجود، دي كلها موجود. طيب لكن الاستثمار ده محتاج كمان فلوس. انا عايز اروح للفاصل وهرجع بعد فاصل قصير جدا، برضو عايز افكر معاك بصوت عالي في مساله المايكروتشيبس وانه ايجاد البدائل. انا عندي مخزون كبير جدا من السلكه وعاليه النقاء 98% سلكه، ودي اللي بتتصنع منها المايكروتشيبس. لو انا بتكلم على تايوان بتستورد الرمله بتاعتها من الصين، وده برضو من ضمن الحاجات اللي عامله قلق وعامله ازمه. يعني عاوزين تسيطروا على تايوان، طب هبطل تصدير رمله، حاجات كده. هقول لك انا الجاليوم والجرمانيوم واللعبه ماشيه ازاي، نتكلم وعندي فيها. اقول يعني انا بس عايز الجذب الاستثماري اللي يخليني اقدر ابني المصانع دي ويبقى فيها عندي تكنولوجيا اوطنها هنا، ابني بيها النوع ده من التصنيع التكنولوجي الفائق. وكمان مهم يبقى عندي الديزاين حلو، التصميم. أروح للفاصل وأرجع المهندس روماني يفهمنا بقى واحدة واحدة. على الهواء وبتقول لي كلام مهم، اشرح لي بقى عشان حته المايكرو شيبس والرمله، وقلت لي محتاجين الديزاين زي ما احنا محتاجين الفلوس، وانه في مش عارف برينتر اللي قلته لي ده قوله لي بقى تعالى بالتفصيل. تعالى نفهم الصناعه دي. الصناعه دي عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه البرينتر اللي هي بتطبع المايكرو الرقائق الترانزستورز اللي على الرقائق. تمام، دي موجوده في شركه واحده في العالم في هولندا اسمها اي اس ام ال، الشركه اللي في العالم. كويس، فاحنا عشان بس نتكلم نقدر ننافس ولا لا، وهقول لك الحقيقه. اوكي، ففي شركه واحده هي اللي بتعمل البرينترز اللي بتطبع الـ 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 على المايكرو شيبس. كويس، ثم في عمليه الديزاين. زمان كانت امريكا هي عندها الديزاين والصناعه. وبعد كده راحوا هم قال لك ليه نعمل صناعه عندنا، فاحنا فبقى الديزاين ديزاين واروح اصنع ميد ان تشاينا واروح اصنع في فبقت الصين مصنع العالم. فلقوا بعد شويه ان الصين بتشتغل باك انجينيرنج وابتدت تنافسهم، وابتدى تايوان تبقى هي كمان وكوريا الجنوبيه. طيب فدلوقتي المرحله الاخيره بقى اللي هي الصناعه. الصناعة دي 80% منها موجود في تايوان، المايكرو شيبس دي موجودة في تايوان في تي اس ام سي. تمام، والباقي ده في كوريا الجنوبية في 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 سامسونج. اوكي، طيب
فإحنا الفرصة اللي عندنا إن إحنا إيه نشتغل دلوقتي إحنا عشان نخش صناعة حقك عليا، لا ده محتاج نشتغل عليه R&D Research and Development طبعاً. لمدة 10 سنين عشان نبقى صرحة من النهاردة أيوة بالظبط. بداية الألف ميل تبدأ بخطوة فأبدأ النهاردة، ولأنه ده تاني أنا برجع أقول ده أمن قومي، لأنه تاني كل الحاجات دي بتعتمد على التولز دي، مدخلات الانتاج، واحنا جربنا هنستنى لما نتحط في كرايسس. انا عايز اوفر، شفنا ازمه كورونا، شفنا ازمه روسيا واوكرانيا مش عايزين نكرر، ولما يتقفل عليك لا، ولو حد اختلف معاك فيقفل عليك أيوة. ما هو ما احنا لازم يبقى عندنا الحاجات الرئيسيه. اولا احنا بندرب ولادنا على هاي تك يقدر يدخل دخل كبير جدا، ان اديشن بالاضافه انه ده كمان أمن قومي، لأنه تاني عايز أقولك الحرب القادمة هي حرب سايبرانية، وإحنا شفنا الحروب بدت بحروب بسايبر أتاكس، كل اللي بيحصل ده بسايبر أتاكس بيبدأ دايما كده وبيكمل كويس. فلازم يبقى إحنا جاهزين بأن إحنا نبقى أولا يبقى أولادنا وعندنا يعني أنا بقول مليون، 2 مليون، 3 مليون، من 60 مليون، ولازم نشتغل على ده من دلوقتي، واخد بالك؟ انا بتكلم على شريحه ما هياش صعبه، ده واحد على 60. ما انا بقول لك انت بتقول لي ده لا لا، وتاني تدريب دول، تدريب دول هيكلفك قد ايه وهتاخد منه قد ايه؟ لو يا سيدي لو انت $3,000 دول كلفك الواحد $1,000، فانت داخل لك $2,000 مونثلي نت، ودول مورد بشري، ده طاقه زي ما احنا بنقول اهو عندنا صلاح الطاقه على فكره. ده في كل حاجه انت مصر لازم تلتفت لتاني للسيرفيس للهيومن ريسورس. احنا نمتلك تحت ايدينا دلوقتي، ما انا لازم ابص لتحت ايدي دلوقتي، في حاجه اسمها لو هانجينج فروت ولونج هانجينج فروت. حاجه اقدر انا لازم اخطط ل 10 20 سنه قدام، لكن في حاجه اقدر بكره الصبح تدر لي دخل، دي ثمار قريبه على الشجر. وفي حاجه لونج تيرم لازم، ده مهم جدا، ودي صناعه مهمه اولا بتدر دخل وامن قومي. طب انا هقول لك على حاجه تانية، الاي اي الارتفيشال انتليجنس، طيب احنا ده مهم جدا ان احنا دلوقتي يبقى عندنا بنشتغل بالاي اي، ويبقى عندنا اور اون ميتافيرس. احنا دلوقتي لسه هنروح كمان يعملوا لنا تراكينج لكل حياتنا، ما انت شويه هيبقى عندك ميتافيرس لايف. طيب الميتافيرس ده اخطر بقى من السوشيال ميديا اللي احنا متضايقين منها طبعاً. لا ده انا هبقى برفع العالم اللي انا فيه، وبقى يعني خلاص ببقى على الهوا 100%. فلازم انا بقول من دلوقتي لازم يبقى عندنا اور اون ميتافيرس، لازم نخلق البدائل، وكفايه بقى اللي هو احنا دايما عندنا. ايه هي العوائق اللي ممكن تبقى واقفه قدامي دلوقتي او محتمل تبقى واقفه؟ ما عندناش عوائق، عندنا اراده بقى، لازم عندنا، انا بشوف ان عندنا اراده سياسيه، وعشان كده بقول لك يعني طبعا احنا مشفقين على الرئيس الكل الهم السياسي، ولكن هو بص انا بشوف انه دايما احنا خلينا نعترف بصراحه، الحاجه لما بتاخد شق رئاسي بتدفع فورا انا يعني من منبرك ده بنقول انه دي حاجه مهمه جدا، وحاجه اولا الرئيس نادى بيها في مؤتمر من المؤتمرات على فكره، قال انا عندي استعداد ادرب كام، احنا بنقول له لا احنا عندنا فيجن ونقدر ندرب ونشغل الولاد دول تحت فكر منظم يقدر يدخل دخل كبير جدا للدوله المصريه. طيب وده امن قومي. يمكن انا من الناس وكلنا اظن شايفين انه ايمان الرئيس بالاجيال الشابه ايمان غير مسبوق طبعا، واصراره على الاستثمار فيهم مذهل على كل المستويات طبعا. عقول علميه، عقول او يعني او ولا يبخل رياضيه ولا يبخل اكاديميه، كل حاجه يعني طول الوقت سياسيا بيستثمر في الشبان الى اخره ولا يبخل. لو انا النهارده مثلا برضو لازم افكر فيها بشكل لو صح التعبير استثماري او حتى اقتصادي، يعني انا عايز استقطب ناس من كوريا او استخدم المصنع الكوري اللي ذكرته، مش هنقول الاعلان اهو، المصنع الكوري، او استقطب استثمارات من تايوان انها تبقى موجوده عندي، وده امان لي بالمناسبه. طب وفي النهايه خالص برضو اعتقد الامريكان لازم هيرحبوا بده، لانه كوريا الجنوبية عندها تهديداتها من كوريا الشمالية، تايوان عندها تهديداتها من الصين، أنا منطقة أو تحديدا دولة هادئة
ومستقرة اقتصاديا، المزيد من الاستثمار المباشر عندي يمكنني من المزيد من الاستقرار الاقتصادي بل والنمو. هل نقدر نستقطب الناس دي ونشجعهم على الاستثمار عندنا؟ طبعا، انت هاب، انت هاب لافريقيا، انت هاب للجولف ريجن، انت هاب كبير قوي، وبعد كده انت دوله مستقره في منطقه كلها تموج. يعني انت الاستثمار اللي هيجي عندك، وبعد كده كمان انت عملت استثمار في بنيه تحتيه، جه الوقت بقى انه البنيه التحتيه دي يتم الاستفاده بها، بتخلق عوائدها. طبعا بقى، ما هو ده اللي هيخلق عوائدها. وخلي بالك طب هقول لك حاجه كمان، التكنولوجيكال تولز دي، زي مثلا هكلمك بقى على انه لازم يبقى عندنا بورتلز بتاعتنا بتشتغل على الترويج السياحي، لازم يبقى عندنا بورتلز بتاعتنا بتاعتي، ولازم يبقى بفليفر تاني، واشتغل باي ذا بوك. يعني على فكره في ساينس، لازم ما اشتغلش بقى حاجه. ايوه في ساينس، لكن بالفليفر. على فكره انت الدوله الوحيده اللي بيقولوا عندها بيدرسوا الايجيبتولوجي، في حاجه مفيش علم على اي دوله ولا حضاره. فانت في ولع بيك، فاستفيد بيه بقى، استفيد بيه بقى تكنولوجيكال. لازم يبقى عندك الفكر ده، لازم هو ده الفكر، القاطره السريعه، القاطره اللي على فكره هتنمي لك القطاع السياحي. طب هقول لك بقى حاجه فظيعه، احنا عندنا كام وحده مغلقه سكنيه؟ مش ده استثمار؟ يوه. طب انت قدرتك البشريه على الترويج لده اخبارها ايه؟ بشريه ليميتد. لكن لو عندك، خلي بالك انه فيها جزء برضو متعلق بكفاءه وملائمه هذه الوحدات. يعني مثلا يجي يقول لك انا عندي وحدات كتير مغلقه في الساحل الشمالي طول السنه وبتشتغل شهرين ونص، صح، بس الوحدات دي لا هي ملائمه، ما هياش ملائمه في اغلبها انها يتم ترويجها دوليا. يعني ما اقدرش اجرها على Airbnb. انا ما هو بص بقى، انا لو استخدمت 10% of this، ما انا بص، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولازم انت تشتغل تاني low hanging fruit و long hanging fruit. يعني لازم يبقى عندك الكونسبت ده، ولازم يبقى عندك اليات تكنولوجيه بتقدر تعمل بيها ريتش لده، تقدر توصل بيها. لازم، ما ينفعش اشتغل سوري بالطرق البلدي، مش هتجيب خالص. ولازم، وخلي بالك الولاد دلوقتي ده المذر تانج بتاعهم، ده اللغه. على فكره الولاد هيبقوا مبسوطين، انت بتقولي هو الرقم ده يجي، لا ده يجي قوي، ده انت ده هو المذر تانج، عارف اللي هو اتولد، هو الولاد دول بيتكلموا بطلاقه فرنساوي او انجليزي، او فرنساوي وانجليزي، وده الماني وده روسي وده صيني وده الى اخره. وانا دايما يلام علي ان انا بقول مصطلحات، لا انا بقول لازم نقول مصطلحات، ولازم نعلم ولادنا، ولازم نعرفهم، ولازم نبقى بنفكر جلوبال، لان العالم بقى قريه صغيره. لازم كمان يبقى عندك التولز اللي انت قادر بيها تبنتريت، تخترق. صح، هي على فكره هي تولز، وانت تمتلك ده، تمتلك اهم مقوم الهيومن ريسورس. وبعد كده كمان انت بقيت بلدك نورت الفتره اللي فاتت، انت بقى عندك بنيه تحتيه محترمه جدا، مغريه جدا لاي. طيب اخر حاجه، يمكن عشان الوقت بتاعنا بيقول لي خلص، انا اقدر او عندي المقومات ان انا يبقى في عندي سيليكون فالي المصري؟ طبعا. ايه اللي يمنعك يبقى عندك ده يا فندم؟ انت تاني، انت بلد على بحرين في نصها نيل، على الناصيه بتاعت العالم. طبعا انا واخد ناصيه، واخد نص بحر متوسط، عايز ايه تاني؟ بحر احمر، وعندي وعندك هيومن ريسورس، وعندك مورد بشري، وعندي مورد بشري، وعندك كوميوليشن اوف جينز على فكره، ودي النقطه مهمه جدا. صح 100% صح. بص نورتني وشرفتني لابعد الحدود، وعاوز نقعد نتكلم تاني وتالت ورابع. أتشرف. ونتقابل تاني وهناخد تليفونات بعض، انا عايز افهم منك حاجات كتير جدا. انا بشكرك كل الشرف لي انك كنت موجود معنا النهارده، كل الشكر للمهندس روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات. بالمناسبه المهندس روماني بيشتغل في الحاجات دي، مش هينفع نقول الشركه ولا حاجه، سواء ده صميم 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 شغله، ومع كيانات من اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه كده اللي جت ايه عرضا في الموضوع، فهو بيتكلم وهو فاهم، مش بينظر من بره. على كل، هنتقابل تاني ده اكيد مما لا شك فيه، ويبقى الحديث اكثر استفاضه لو صح التعبير. خلصت الحلقه لحد كده، لكن ثواني هيكون موجود معاكم حالا بالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر، فهنقابلكم امتى؟ السبت بقى ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.